اوكي ذاك طال واقف هون. مساء الخير جميعا واهلا وسهلا فيكم في هذا اللقاء الخاص في منتدى البيت العربي الثقافي الذي عودكم على عقد هذه اللقاءات الرائعه والممتعه مع مبدعي الوطن سواء على الصعيد الادبي او الفني او الاجتماعي. وكان لي الشرف باني اجريت العديد من اللقاءات في هذا البرنامج. واشكر من هذا المنبر اداره منتدى البيت العربي الثقافي الهيئه الاداريه ممثله برئيسها المهندس صالح الجعافره والصديقه الغائبه ميرنا حتقه اللي يمكن تلحقنا بعد شوي، والى جميع اعضاء المنتدى بهيئته العامه. واهلا بضيوفنا الاكارم كل باسمه وصفته ولقبه الذي يحبه. لقاءنا اليوم يمكن راح يكون مميز لانه مع قامه فنيه كبيره غنيه عن التعريف، الاستاذ نبيل صوالحه، فنان من اعمده الدراما الاردنيه بل العربيه بل العالميه. وسنعرف لماذا من خلال الاسئله والاجابات، سنعرف ان هذه القامه الفنيه تستحق ان تكرم وتستحق ان تكون ان نكون نحن بين يديها. استاذ نبيل اهلا وسهلا بك في منتدى البيت العربي الثقافي وشكرا لتلبيتكم دعوتنا. شكرا لدعوتي اصلا، بارك الله فيكم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، مساء الخير جميعا. اهلا. السؤال الاول استاذ نبيل، انه بدات مع هانس نوبر هذا العملاق من خلال مسرحية الفخ عام 64 اللي أنا مولدت فيها، وتابعت مع أسرة المسرح الأردني، فكيف التقيت هانس نوبر ما الذي ذهب بك أصلا إلى المسرح؟ وحدثنا قليلا عن مسرحية الفخ. سطلعت أرجو على المشاغبة أمتها اللقاء. تفضل صديق. حكاية المضبوط، حكاية غريبة. نعم. أنا عمال أكتب مذكراتي هلأ وحكيت الحكاية. نعم. أنا أقعد يا زلمة. صحيح طفيت اللي عندي. تفضل. أنا هاي الكاميرا بتمنعنا من الحديث، من شوفت كثير من الوجوه الحلوة الباسمة بس ما أقرأ الأعوذة. أنا رحت خلصت المطران ورحت على لندن أدرس هندسة، مع إنه أنا كنت بقول لأهلي بدي أدرس كوافير ستات، حب الشغله بعرفش ليش. واضح. امي بتقول يا ابني من طنارك بتك وبتركب انت مهندس. رحنا درسنا هندسه، بس وانا بدرس هندسه طبعا كنت اشغل في البي بي سي كمبديع وممثل احيانا بارت تايم بسموه. اجت امي بتقول فتحنا صالون انا واختك وانت بس تخلص هندسه بدك تشتغل في الحكومه للساعه 2 زي العاده، وبعد الظهر شو بدك تسوي الدائرة على المقاهي؟ ادرس هيدرسي تشتغل معنا في الصالون. هذه امي اللي رفضت في الاول. فوالله انا بسطت على الفكره لانه اي جديد لي، اي فكره جديده بتحمسني بتحرك دمي. انا اللي كنا نحكي على شو، انا كتبت على مذكراتي اسمها حياه خارج العلبه. انا ما بقدر اعيش في العلبه، انا دائما غير، وما عندي خجل انه يعني انت ابن الصوالح تشتغل في كوافير في الستات ولا تسوي سميحه ابو جزره ولا تمثل، وانا في المجتمع كله بعض مرات حواجز حواجز حواجز، فهذه ما دخلت في حياتي ابدا. فما انا اجيت المضبوط خلصت الهندسه وجيت على اساس ارجع اشتغل فولكس باجن لانه تخصصي كان تصميم سيارات. فثاني يوم الصبح امي بيقول قوم 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 يما، بقول له شوفي قال الصالون مليان بيستنوا في المشاط من لندن. خبير جاي من برا. وانا مسوي على شعرتين نعمات انجليزيات هيك غير غرات، وجيت على الاسلاك المحليه. الشعر بدهم اياه الجدي ومسبب حالته بالويل. المهم شيء اخر بحرك دمي التحدي، فبديت اشتغل فيها. لكن وانا بشتغل فيها جاني صديق وبلشت اشتغل مسرحيات بالانجليزي. كان في شيء اسمه امان دراماتيك سوسايتي الفه الجيش البريطاني في الاربعينات، وانا شفت لهم مسرحيه جوليوس سيزر في جرش وهم يستعملوا يجابوا دروع ولابس رومان جيش كامل روماني، شفناه وانا صغير سنه 53.
فأنا لما رجعت بلشت أنا معهم شوي شوي، أنا صرت رئيس الجمعية وسويت ممكن 20-30 مسرحية بالإنجليزي. هلا وأنا بالصالون شو يوم دخلوا مرة مشاط، طبعا بديت أحس إنه أنا مش قاعد بشتغل مسرح، أنا قاعد بسوي إنجليز، بسوي شوية أردنية مع منتظين وشوية إنجليز مع منتظين، مش قاعد بسوي إشي إلو بعد اجتماعي ثقافي. شو يوم ولا داخل واحد عندي على الصالون طلياني اسمه جيوفاني، بدكم الشاب؟ قال تعال. إيه طلياني والله غير البناتي، كيف عليك تعال جاي. فدخل وأنا بحكي أنا وياه في المسرح، بقول له أنا بسوي مسرح، قال لي أنا شفت مسرحية فظيعة في سوريا اسمها ده تراب وما تراب مش متذكر هو، وراحت قلت له بتعرف مين؟ ما قال ما بعرف. بلشنا ممثلين في الإذاعة الأردنية كان خلينا على مسرحية البخ تحديدا أستاذ نبيل، لأنه جاي جاي بس بتدرج فيها قاعد. أوكي مش فاهم. لا كنت بدي أحكي عن مسرحية البخ لحالها لأنه باقي ماشي يلا تفضل. لا إذا بطول قولوا لي. فالمهم هذا المشاط بعد فترة بحكي له عن المسرح، حكى لي عن المسرحية شافها في سوريا بالجرنيل. فلما بلشنا في الإذاعة مذيعين، ما كانش في الإذاعة ممثلين، كان المذيع هو اللي مثل. فإجا أول واحد اسمه جورج مصري دارس في لندن، وجابني أنا ونبيل المشيني والشباب هذولا نمثل. حتى أخذنا سوينا 30 حلقة أخذنا 60 دينار والإذاعة تقلب على بعضها، لأنه أكبر معاش كان 30 دينار دلوقتي. كيف نأخذ 30 دينار؟ فالمهم وأنا وإجا مين كمان شاب اسمه هانس نوبر، لأنه شوي تري شاب اسمه هانس نوبر وبلش مع مجموعة أخرى بالتمثيل. فأنا شي يوم قاعد أنا وياه بقول له والله الطلياني قال لي كذا 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 مسرحية اسمها الفخ. فوقف هاني شوي قال لي أستاذي أدي أنا اللي بخرجها، لأنه عنده لهجة عسورية على نابلسية. هذه اللي أنا بخرجها في سوريا. بتحكي من عقلك؟ والنص وين؟ قال لي معي أستاذي. فإجا النص الفخ وبلشنا جمعنا لما كانت هون هالحلوة هاي الصغيرة كانت لسه في المدرسة وجمعنا من مجموعة نبيل المشيني ديب الحافظ مجموعة خمس سلام وبدنا 60. لقينا 6 واحدة هي مشاطة أيضا بعرفها تلعب دور النيرس صغيرة وبدنا دور رئيسي. ما فيش تمام سنة ونحن نبحث عن فتاة لتلعب الدور الرئيسي، إلى أن وجدت فتاة في البريتش كونسل اسمها ماركو مالجليان. قالت لي بمثل وإجت، ومنها انطلق المسرح الأردني. وبعد ما بدعت ومشيت جاءنا نور آخر اسمه قمر. فكانت هي زادت المسرح بهجة، لأنه تعرف العيلات بدأت تأخر تتمرن، في رجال ما في رجال، البنات يخافوا، في 300 ألف عذر ما حد يجي. فقمر وماردو قمر كانوا القاعدة اللي بنى عليها المسرح الأردني وانطلق بعدين. وهذه هاي جميل، هكذا جاءت الفخ. كانت أول مسرحية في الأردن. نعم نعم لمجموعة اللي صارت أسرة المسرح ومنها انطلقنا. جميل تفضل. بدي أرجع فيك شوي لأيام الدراسة. درست في عدة مدارس. درست في عدة مدارس. اللاتين في مادبة واللاتين في عمان، وبعدين جيت على الفرير، وبعدين رحت على المطران. والمطران بالذات لها قصص معك ولها معك ذكريات. حكينا عن هاي المرحلة الدراسية، جزء منها من راح في صوار حمل نستراجيا وجزء من عنا. تفضل. مدرسة اللاتين تعرفوا شو؟ أول شيء إحنا عيال مقاثي يسمونا. لما تقول له تعال على المدرسة، مدرسة بدي يطلع يسرق بقوس، بدي يطلع يجيب عصافير، بدي يطلع يضرب الحمارة، بدي يطلع في المقليعة يتهاوش هو القسوس التحتانيين غير غراته. أهم شيء في اللاتين اللي بتذكره شغلتين سيدي، لأنه هناك كانت لسه الثقافة والتثقاف مبني على أنه أنا ولدت حمار بلكي نحسره نطلع منه إشي. هذا
وزيت الطين بله، ويجي أبوك ولا أمك يقول هذا الولد عندك، اللحم لك والعظام لنا. يعني ظلك أضرب فيه لما يموت، بلكي صار بشر. ففي حكايتين في اللاتين هربونا اللي من اللاتين. واحدة أنا مشكلتي ببتسم دائما، وهي نعم على البطران دمي، وبنطرد وبنضرب فيها. فواحدة منهم إجا خوري، احنا براكين بهالبرد تعرف لا في تدفى ولا شيء، ورجليك بكندرتك مسعة، وانا بس برضو انا هنا بضحك مع الاولاد. برك اخوري قال له ليش تضحك؟ قلت له ممنوع ابونا؟ قال ولا جاوبني، يمسك حصوه وحطها في اذني ويدلف ابني اللي هو ابنه. اول تجربه في التعذيب في العالم العربي. طبعا انت لو قلت له لا ولا اخ ولا غيره بده يمسك الاذن الثاني. ثاني استاذ كذا قضبني بضحك ويبدا ضرب على راسي، وانا يضرب في الحربه في الرحلايه طبعا فيها مسمار طالع، دقر جلدي هيا دقر في المسمار. الاستاذ حتى اموت في الدار سحبه ومرطني مرط وداني على الدار. طبعا كان الانتي بايوتيك هذاك الوقت القهوه، فلطعتني امي في القهوه طبيت. المهم امي ست اعمال وغير ورثه، ما قدرتش على عقل القريه، قررت تنتقل لعمان. اجيت على اللاتين هون. نعم. اللاتين وانا جاي من مادبه لا بقرا ولا بكتب، معني في الصف الثاني. وبدوا يشتغلوا معي، اي ما بتنفع نزلوا على اول. كمل على اول ما بنفع، نزلوني على ابتدائي سنتين واهلي ما بعرف. لحد ما لأن أمي بتشتغل ما هي فاضية للحكي الفاضي. بس ما طولت في اللاتين المضبوط، فتحت مدرسة جديدة اسمها الفرير. نعم فرير إشي كانت عند السبتيني المطعم. الفرير والله رحت على الفرير. الفرير انطلقنا ما فيش خوف، فيش ضرب، فيش شيء. كيفت أولها، يمكن اول موسم كنت الاول او الثاني بالصف غير ورا. بعدين بلشوا يتغيروا، اول شيء بلشوا غير تحفظ كل شيء في الفرنساوي لازم تحفظه باركر، يعني عن ظهر قلب. تاريخ حساب غيره كله عن قلب، وانا اذا ما بفهمه ما بحفظه. فيجي يعطوك قصاص 300 صفحه سطر تكتبه، طبعا ثاني يوم ما تدرس تيجي يعطوك كمان 300 سطر. فتراجعت، وانا بحب العب ورش جاي وعندي جسم حرك جدا غير وغراته. فناداني المدير شو يوم قال لي ولك انت ار ميشون شيطان، ويخلعني كف. لوي يا ابن اللي بدا. كان عمري 13 يمكن 12 شيء، خلعته انا كف وطردني. طبعا كان قبله كمان خوري، انا مشاكلي مع الخوارج كثر. كمان خوري بتعرف الفلسطيني، احنا انتوا بتعرفوا يوم الجمعه بتروحوا تقولوا بتعتبروا انه الله سامحكم، احنا بنروح عند الخوري نقول له انه عملت كذا 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 كذا. فدائما انا بنسى الصلوات، يعني مش كثير رجل متدين يعني. فخبطني الخوري قال لي طيب، قلت له ابونا كل شيء في الصيف شر عملته خلص. قال لي قول الصلاه الفلانيه والصلاه الفلانيه ناسي. ويخلعني كف على كرسي الاعتراف واقلب انا وياه. شو قلت له؟ ما بدي اقول لكم. طردوني ورحت على المطران. بس كنت سويت مسرحيتين بالفرير، واحده الغراب والجبنه، بتعرف الحكايه الغراب والجبنه، كنت انا الغراب بدعت فيها. وواحده اسمها طليانيه الفقراء بحكاية في حوض ضد الأغنياء، لورنزو والدنيا ضد الأغنياء، لعبت فيها أنا دور. والله ولقيت صورة حتى من هذيك الوقت 53 أظن عملناها في سينما البسمان، كانت جديدة وفل عملناها في البسمان. هذول التنتين من الفريق طلعت فيها. بعدين رحت على المطران، مطران انبسطت. الصلاة الصبح كلنا مسيحيين مسلمين، يا ربي سامحنا، بتفوت على السلطان. رياضة، ملاكمة، بوكس، فوتبول، تنس، كلهم هذول شغلات بحبهم. وكنت يعني في الملاكمه خاصه. نعم. انا كنت من اشبال ديب الدسوقي، اذا تتذكروا
في الملاكم. هذا المطران، المطران بسطت فيها، مثلنا فيها وكملت فيها لحد ما خلصت. نعم الله يعطيك العافية. طيب بنرجع شوي برضو ولا ورا شوي؟ رجع اثنين. بنرجع شوي ريفرس من لندن. لا خلينا في ماذا أبو عمه. أنت انولدت في مستشفى الطلياني مع أنك من مادة، فشو جابك على الطلياني انولدت ورجعت يعني؟ ليش الطلياني يعني؟ أمي ليش الطلياني؟ أمي حضارية. نعم أيوه. درست طيب. في فلسطين، هي تيمي أمي. درست في فلسطين، فيعني تصوروا إحنا خمسة في هداك الوقت، أمي بكل واحد بيننا 3 سنين. اللي هلا بيعلموه في اليونايتد نيشنز بحاول يثقفوا فيه، امي كان عندها تباعد بالفرق 3 سنين بين كل واحد. جميل. ما اثر مادبه في شخصيتك انت من يعني من مادبه عشت في مادبه شو أثر؟ خلاص منه الحمد لله. عبر السنين، عبر الشهره، لانه انا لما بديت اشتهر شويه اذا لقيت واحد في الشارع تقول له فتح، طلع لي يقول لك يا عيب الشوم يا استاذ نبيل ما بتستحي حالك، انت مثلنا يعني بيزغروك ببهدلوك في كلمه لطيفه. فتعلمت الاخلاق من الشهره، والا في الاول ايدي ولهواء، لانه بيجي بيقول لك شو اسمه هون وزير الداخليه بيقول لك تقاليد الهوش في الجامعات هذه مش من مجتمعنا. احنا اذا بالمضليعه ما تهوشنا معايا على اخر شيء في مادبه نبلش فيهم، ما في بلش الحمارني، بخلص من الحمارني اذا ما في صوالح التعادة وصوالح الفوق، بس انك ما تتوقف عن الضرب مشان تضل متدرب. نعم. فالهوش هو اسلوب حياه يعني. ذكرت والدتك في اكثر من لقاء وفي اكثر من موقف وفي اكثر من موقع، اثر والدتك على شخصيتك؟ وحنا نعرف انها انسانه متحضره ولها 7 مؤلفات كتب، ونحكي لنا شوي عن ست الوالده. والله شوف انت هي المايك انا في شغلات بقول شو اللي شكل شخصيتي عبر الحياه، هذا في الكتاب تبعي بقول. نعم. واحده منهم غير جلاله الحسين كمان. نعم. في سؤال. كثير لما كنا. نعم. بس من امي تعلمت منها اسلوب حياتها وتحديها للتقاليد. كان يجي الخوري على امي، لان امي وهي 11 امها مرضت، ظلت تروح على الكنيسه تصلي وتحط حصاوه تحت ركبها قال مشان تتعدى مشان الله يسمع. لا ما سمع. توفت امها. فيجي الخوري عليها، امي كان عندها 20 بنت يشتغلوا يعني، تعلمت الخياطه شوي في فلسطين، شوي هي تفك ثواب العال البدو وتركبها، تفك وتركب، تعلمتها وصارت يعني رجل اعمال. فاسلوب حياتها انه يعني الوالده يجي الخوري يقول لها ما تيجي يوم الاحد على الكنيسه، تقول له لوين؟ انا عندي 20 بنت معيشات 20 عيلة، ربنا راضي عني كثير أكثر منك. فالتقاليد هي عادات مكتسبة وليست قوانين أو سجن، وتحدي بعضها ضروري، وعدم الالتزام ببعضها سيعطيك حرية يحسدك عليها مساجينها، بل أن حريتك قد تصبح مثلا لهم ليتحرروا منها أنفسهم. أمي كانت مثل. متذكر أنا كنت ساكن في بيت واحد من الكبريتي ومانع بناته يدرسوا، فقابلوا أمي عند أحد الإذاعات وحكت عن العمل، ثاني يوم ودى بناته يدرسوا بعد ما سمع أمي بتحكي. فلعبت دور في حياتنا لأنها كانت عملية جدا ومكافحة جدا، أنقذتنا من بعض مرات مادبة خير وبركة أهلها، بس بظل مجتمع صغير انطلقنا يعني. أنا كيف لو أني في مادبة كيف أفكر أدرس تمثيل؟ أو أخوي نديم أول واحد فكر يدرس تمثيل. نعم. كيف بدي أفكر؟ فأنت لما بتطلع القرى عنا فيها أشياء عظيمة وفيها أشياء ما بدك إياها. بس هي برضو ألفت كتب. شو ألفت؟ هي ست سيدات أعمال عندها بندق. هي بعد ما إجت من مادبة فتحت مصنع ثلج، كان معنا مصاري كثير لو اشتريتهم هسه كان ابوي كان اهبل وغني انا. فتحت مصنع ثلج،
وانا كنت ابيع بوزه لها بوزه اسكيمو بوزه 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 بقرش بس انكسرت الحساد حويل وغيره خربوا له ظل ورا لما خربوا له المصنع ضاعوا المصريات فظل معها اظن 800 دينار اشترى الشك في الدار هي عندنا فندق في جو العمان اسمه السبيل او ناو اسمه سميته باسمها جوليا الان فاستلمت الفندق كانت صالون بعدين الفندق كانت هي تدير الفندق وشوية باركنسون بلش معها وهالشباب اللي عندهم مشكلة تعال اقعد يمه اقعد 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 وتنقلوا كتبت 7 كتب ويتنقلوا اول شيء في لي اخ اسمه توفى في فنزويلا كتاب النشمي لانه هذا بده كان يورث المشايخ والمشايخ بدأت تروح زمان ما دبا وشهم ودنيا وقوي جسده ودنيا وقع في مشاكل بعدين سافر على فنزويلا وبرضه شهامته قتلته لانه في واحد في حوام نط في البحر ينقذها في البحر في النهر ينقذها وهو يلا بيعرف يسبح فرح معها رحمه الله فهذا اسمه النشمي كتبت كتاب النشمي عن حياتها سلوى وكيف بلشت ومجموعة قصص عن حياتها أنا أعطيتهم بتذكر عبد المنعم إبراهيم نعم قال لي ممتازات بس فيهم شوية ذاتية لأن أمي يتيمة و I think she was abused يعني وهي طفلة لما كبرت يعني بدها تحكي عن ذاتها بدها تشمر فيها شوية ذاتية بس أخوي ترجم لها كتاب ثاني ما بعرف إذا بتعرف الطيب الصالح هو اللي قدم لها واحد من الكتب لأنه كان صديق أخوي وهلأ أخوي في لندن بيكتب حياته مع الطيب الصالح كان صديق العيلة سمعتك في أحد اللقاءات واستغربت وحطيت سؤال بتقول انه كنتوا تروحوا لابسين ملابسكم بس حافين على المدرسه ليش رايحين حافين ليش ليش تجهيز للمشاغبه ولا ظروف على المدرسه حافين هيك انت حكيت في احد اللقاءات استغربت هذا مدرسه لاتين في انا جدي اتجوز 4 بحب اطمنكم جميعا انا ثنتين بس يعني تخبر انت كم واحد ابوها متجوز ابوها متجوز 4 لا والله بترفع الراس يعني. فإلي خالاته إلي خالاته عماد كثير فاحنا عليه سؤال كنا نسأل ليش رحت حافي على المدرسة الحافي واحد من اخو خال إلي توفت أمه في الولادة فأخذوه على إيطاليا بعد 20 سنة إجا من إيطاليا على إلي بحكيش عربي فقعد سكن عندنا خالي بيحكي تلقاني شوي شوي بدأ بيحكي عربي حتى أنا عملت مرة مشهد عن السائح الطلياني اللي بيجي على الأردن هنا وطبعا بساعد نمرته وحالته بالوين بزبير غراته هي عن هذا الشخصية عن خالي وخياط جاي من إيطاليا فخيط لي قبوط بأخذ العقل فتش عكون در مناسبة ما في رحت حافي على المدرسة مكيف على الكبوت مش مهم حافي أهلا طيب سيدي درست الهندسة والكواس راح نزهق الناس لا 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 بدنا نعرف كل مسيرتك الفنية ما شاء الله يعني رحلتك في الحياة الرائعة درست الهندسة ودرست كوافير سيدات ليش من الأصل درست هندسة ليش إيش ليش درست الهندسة من الأصل نرجع شوي ما هو بعض مرات انت سجين التقاليد يعني انا كان ابوي عنده محل في اول طلعه جبل عمان كنا نشوف الملك طلال يجي على الحصان الابيض وغراته وكان جنبي واحد لبناني فابنه قال انا بدي اروح ادرس كوافير في لبنان هو فانا والله انبسطت على الفكره طبعا لانه يعني انا مثل ما بقول لكم ما بفكر حر ما بفكر انه يا ربي هذا بس هاي الناس عيب هاي مزبوط ولا مزبوط بدي ادرس فاجت امي قالت لي يا ابني طولك مثل ما قلت لكم بتفكوا بتركب وانا عندي مشغل في البيت انا حداد ونجار ودهين ورسيم وبسوي كل شيء في ايدي والله انت ميكانيكي يا ابني اجى اخوي نديم اللي كان درس تمثيل اول واحد نعم اهلين اخ طيار احمد مشني شكله طيار اجى اخوي نديم قال اسمع
أي مهندس بيقدر يكون ممثل، بس مش أي ممثل بيقدر يكون مهندس. نعم صحيح. كمل هندسة وعمل اللي بدك إياه. والمزبوط كان عظيم، لأنه في الهندسة كانت لها دور مهم في حياتي في كل مكان. ولما استلمت مركز الهيئة الثقافي أنا صممت متحف العلوم كله ونفذته. ولما المرسيدس أهدوا الملك سيارة، لأنه كان الملك يزور مرسيدس، فاتصلت فيه الملكة قالت لي بدهم يهدوا إشي، شو 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 يهدوا؟ قال يهدوا متحف متنقل. فراحوا أهدوا المتحف المتنقل، بس قالوا شو الشكل اللي بدك إياه؟ فأنا رحت ألمانيا وصممته مع مرسيدس المتحف، هي موجود مركز هيا، صممته مع مرسيدس المتحف وجبناه وصار هون. نعم هي. جميل. بتصفيف الشعر بعرف إنه حضرتك صففت شعر الملكة علياء الله يرحمها. كنا القصة يا أخوي نقول سرحت، سرحت صفطت طلع يعني قاعد بشتري كنافي. أنا أقول صففت، أنا أقول صففت. يعني الملكة علياء كانت تيجي عندي على الصالون باستمرار، بس أنا صالوني يعني كان فيه معظم فتيات الأردن الجامعيات وكذا، والستات اللي يجوا عندي، ويمكن أنا الصالونات البقية كان في زلمة وولد وبنتين، أنا كان عندي حوالي 15 موظفين، والحوار في الصالون عمره ما كان إلا ثقافي أو مسرحي أو فني، عمره ما صار لقلقة وسمعت فلان وشفت فلان وغيره وغيراته. كل البنات يجوا، منهم علياء توقان بنت السفير اللي كان كل ما تيجي تزورني ونتحدث أو تشوف مسرحياتي، كلهم يجوا كمان بالمسرح والغيره. فكنت أخبرها أنه أنا بدي أسوي مسرح أطفال، لأنه سويت مرة مسرحية لأطفال اكتشفت أنه هذولا بمصوك مص بينما الكبار انتهوا. لا مظبوط، بدك تشتغل في حياة، بدك تشتغل مع الصغار، الثقافة والتعليم، إذا ما اشتغلنا فيهم هذا بضل كله كتشدب، كله حكي فاضي اللي بسوي فيه، تنمية وما تنمية كله، إذا ما اشتغلنا في المدارس والتربية الثقافية. فشي يوم تتصل فيه بتقول لي تعال مشطني في البيت، أنا ما بروح على البيوت. لا ما هاي الناحية الأردنية بتطز، لا أنا ما بروح على البيوت، ما كل صلاة بروح على البيوت. قالت لي بس هالمرة تعال. رحت شو بدي؟ قال ليش؟ قال بكرة بدي أتجوز، بدي أتجوز الليلة ذيك الليلة بكرة. قال مين بدك تتجوز؟ قال الملك حسين. والله يعني بكرة بدي أناديك جلالتك. قالت بعد بكرة غصبا عن راسك. وهذا اللي صار. هلا بعد فترة بدهم صورة رسمية للملك والملكة مع التاج وغيره، وطلبتني أمشط، وكنا في الديوان ويجي في الخونة في القصر ما يجي الملك تحدث. فخبرتها أنه أنا كنت اشتريت أرض على الدور الرابع بدي أبني عليها مسرح اللي هي مجمع النايف، إذا عمره حدا شافها، على الدور الرابع مجمع طبي. اشتريت الأرض من خالي على أساس أسوي مسرح أطفال. فحكيت لهم إياها وسوينا الصورة ورحنا. بعد فترة أنا تركت الصالون ورحت على لبنان أشتغل مع نضال أشقر والإخوة هذول. بتتصل لي بقول لي تعال جينا على القصر، بتقول ما في لزوم تبني مسرح، جبت لك مركز ثقافي كامل من إيران، هدية من إمبراطور إيران لجلالة الملك حسين في عيده 39، مركز كامل مبني مأثث كل شيء فيه. فطبعا هذا حلم، ترى بس أنا لا لازم أدرس، ما بقدر أضلني هلا أستلمه. فرجعت على لندن كمان مرة على لندن أكاديمي أوف ميوزك دراماتيك آرت، وكل هناك وكل ويك إند دائما في المراكز الثقافية وفي المسارح الثقافية وفي الغير وغراته. مضيتها يعني كانت سنة زخمة جدا بالنسبة لي. جميل. هون بيقودنا السؤال إنه أنت استلمت فترة جيدة مركز هيئة الثقافي وأنجزت الكثير، نحكي عن إنجازاتك في مركز هيئة. هيك باختصار باختصار. خلنا أقول لك شغلة بتلخصها. أنا لما بلشنا سنة بلشنا 76، أوكي، أول شيء بيستغربوا إنه زلمة بيشتغل مع الأطفال، لأنه معروف دائما لازم ست، ولك يا زلمة شو بيسوي قاعد بيسوي مع العيال. فبلشنا في المركز وبلشت أنا أدور في الخارج الأردن مشان أسوي مراكز صغيرة.
فأنا بتذكر رحنا على العقبة قلت له بدنا نسوي مركز أطفال مكتبة أطفال. لا يا زلمة حلنا كله بقول حل عنا يا زلمة بدون بيدرسوا للتوجيه. إيش شو مكتبة أطفال تلهي لنا العيال الورات؟ أقول لهم بالله خلينا حطها كتابين بي عندها غرفة فاضية في الأمانة. متذكر في العقبة كان في غرفة حاطين فيها جرائد نظفناها وكبيناها حطينا شوية رفوف كتب. ما مضى أسبوع الأولاد يصفوا على بعد 100 متر حتى يفوتوا على المكتبة. خلال سنة بنى لي مركز كامل في العقبة، مركز كامل في الكرك، مركز كامل في الزرقة، بعد ما شافوا قديش مهم ثقافة الأطفال. فهذا يعني أكبر شيء. بعدين لما بلشنا دائما وين ما تروح معظم فرقة بلدنا الموسيقية من الشباب اللي في حيص في شباب الرصيفة. نعم. كان عند فرقة فلسطينية عمري ما سمعت اللحن الفلسطيني. اللحن الفلسطيني ناعم حلو. ورحت على الشباب هذول ولا اشتريت لهم معدات موسيقى وبلشوا فيها وانطلقوا. وين ما تفتح مركز دائما في فرقة موسيقية بتطلع بسرعة. أنا بعطيهم البركشن يعني أرضنا وإنساننا. نعم. المضبوط يعني بس بده شوية شماد ورعاية ولا ينقصنا شيء. طبعا بنقصنا نخلص من الحسد والمقهر. أستاذ نبيل حضرتك يعني أخوك الأستاذ نديم صوارح وكان في البي بي سي وكان مخرج عالمي معروف وكذا، ليش ما كملت معه في لندن؟ ليش رجعت على الأردن؟ هل هي الظروف اللي حكيتها قبل شوي ولا انه انت كنت حابب ترجع؟ احكي شوي عن شو استفدت من اخيك نديم. يعني انا لما خلصت هندسه بعد دراستي انا ما رجعت على الاردن، رجعت لقطتني امي مثل ما قلت لك الصالون وبلشنا التحدي وبلشت في المسرح الانجليزي وبعدين بلشنا. فكان يعني بنيت حياه جميله هو. نعم. هلا أخوي نديم أنا قوي بقدر على المقهرة اللي هون فيها حرفة في بلدنا ولازم أخوي نديم لا بريء. فهو اشتغل بالبي بي سي وهو درسني حسابه الهندسة وبلش هناك وكمل هناك. إجا هون لما كنا مع هاني سنوبر بس. نعم. المقهرة والحسد غيره. نعم. هربت ورجعت على لندن مع بناته. نعم. ورجعت انا لما رجعت ادرس على انجلترا ورجعت سكنت في لندن فتره اخذت كورس في جامعه اوكسفورد بلاي رايتنج غيره. في النهايه ما بعرف الناس اللي بنحكي عنهم وانا بحبهم برتاح لاهلنا هون وبرتاح لطقسنا. حتى مرتي الانجليزيه ما صدقت وين نرجع على الاردن. يعني انا لما رحت سنه بعد نبيل وهشام. نعم. رحت على اساس ابقى هناك والولاد يدرسوا. اكتشفت انه مدارسنا احسن وبلادنا احسن والانجليز طز. حتى مرتي اكتشفت انه الانجليز طز مرتي الانجليزي. فرجعنا انا واولادي وكله متوفق لا بلادنا ما فيها خلاف. هي المشكلة واحدة في بلادنا، مشكلة واحدة بس. قال لي إياها لا والله مشكلة واحدة ما هي طبعا بتولد. قال لي إياها محمد كمال رحمه الله لما سويت برنامجي في الثمانينات وكنت أسوي شخصيات كلها معظمها سميحة أبو جزرة اليفاوي وصدق بيك الأردني وكوميدي. نعم. نجح البرنامج وكان له شعبية كبيرة. إجا محمد كمال قال سوي لي كمان واحد. فبلشت أشتغل أروح على الاستوديو الكاميرا خربانة أواعي مختفية نص مختفي أداك غايب. إيه ورحت على أبوي فاروق مش عارف أشتغل قاعدين بخربوا علي. جوابه عمري ما نسيته واضح جدا بالحرف الواحد. قال لي ما بقدر أساعدك هاي الأم العربية عمرها ما بتنهض. هذا مدير التلفزيون. قلت له فاروق هدي معك عن برنامجي الكوميدي تغسلهم العربية. قال لا هم الناجح بحاربوه واللي بده مساعدة بدل ما يرفعوه بدعسوا عليه. وبرهن من هذاك أنا بحكي عن 80 81. نعم. ومن هذاك الوقت والآن ونحن نتراجع بسبب هذا الرئيسي وانت بتعرفي. نعم.
أنجح تعرفي نجاحك هو شوين أنا طبعًا أنا قبل فترة متعب الصقار كنت أسوي مسرحية شغلي أنا وياه بعد ما تصاحبنا قال لي بتعرف أنا كنت أكرهك قلت وين متعب تكرهني ما بتعرفني قال والله مشان هيك أنا ما بعرفك كنت أكرهك بسمع عنك ما بعرف أكرهك قلت هسه قال والله حيرتني بدي أبطل أكرهك الله يرحمه الله يرحمه طيب قلبه طيب صريح جدا كان مثلت في كليلة ودمنا بس الدور كان غريب شوي احكي لنا عنه كليلة ودمنا دور الحيوانات ذكرني والله او انه اسم ثاني كان اللي هو دور الحيوانات تقلد الحيوانات وتقلد التقليد لا 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 ابو كليلة هذا في البي بي سي في لندن فأنا كنت بارت تايم بس بروح بمثل في بي بي سي كان مخرج عراقي فإجا بقول لي عيني بدنا نسوي كليلة ودمنا ما فيش كهذاك الوقت كان في كل الساوند افكتس اللي موجودة هلا بدنا نعمل ساعدني نعمل صوت حيوانات قلت له هي خبير ايه انت قال الأسبوع الجاي ولا همك وانا افلت على حديقه الحيوان على الحمام في شو اسمه على الواويات على والله سوينا 13 حلقه وانا اسوي الحيوانات منها ذكرت علمت انا الحمام في ترافالجر سكوير اللي هي بس انت ما بتعرف الحمام اللي بلعك حمامي والجمل كمان رحت على المزاد الجمل صعب جدا العصفور طيب استاذنا دار عصفور ولا عصفور اللي بيطير العصفور اللي بيطير الى باب العمود فندق باب العمود هذا اول مسلسل انتجه التلفزيون الاردني وكان معكم يعني كبار فنانين الاردنيين الحاليين نذكر من هم ونذكر كيف اتت الظروف لتقدم يعني لتشاركهم بفندق باب العمود كان جاي مخرج اسمه عدنان رمحي من ألمانيا نعم ومخرج مميز وكانت في صداقة كبيرة بينه وبينه لأنه سنة 66 أخرجني في مسرحية لنيكولاي جوجول اسمه مذكرات مجنون بيوميات مجنون ومسرحية هائلة بتذكر قلنا لوزير الثقافة هات نعملها قال مين الكاتب قلنا له نيكولاي جوجول قال بلعب فطبل وزير الثقافة الله سهل عليه بدون ذكر أسماء بدون ذكر أسماء لا فعليش عن باب العمود باب العمود فإجت هاي الحكاية شنار كتبها أمين شنار وهي أول وآخر مسلسل عن المقاومة في فلسطين ضد اليهود نعمل في هذا التلفزيون لا بعدين كنا نعمل مشاهد ضد المقاومة كان معنا كل المجموعة نعمل مشاهد صغيرة مضبوطة فهذا كان يعني أنا حتى ما بدك القسم يعني لعبت دور رئيس المقاومة اللي بيبين أنه خاين حتى يساند المقاومة كان معنا وحيد جلال والمصري من سوريا وحيد جلال من لبنان سلوى السعيد من سوريا يعني مجموعة يعني ذاك الوقت هائل كان لما تفكر في هاني الروماني كان هناك وكان مسلسل بخوف وانت استاذ قمر قمر طلع قمر في صورة أنا وقمر وهي بتطلع علي هي بسخسخ هاي برضو أوف ريكوردر لا في صورتين في كمان في إسكافي
لا لا الصورة الثانية لازم تشوفوها بي لو جبتها لابس ميني شافي كانت ما زالت الله يديمك الله يديمك هذا تنحب من كل الحياة. جاءت مرحلة نبيل وهشام سبع سنوات من أجمل كم سنة؟ يعني سبع سنين تقريبا كنتم مع بعض ستة ولا يعني. لا مع التلفزيون سبعة نعم مع مسلسل نبيل وهشام الكاب التلفزيون نعم سبع سنوات كتب عنها العالم مش بس الأردن من شرق آسيا إلى أمريكا إلى أوروبا الكل تحدث عن هذه المرحلة مزبوط. نحكي كيف كانت فكرة اللقاء أنت وهشام شو اللي جمعكم مع بعض ونحكي عن هاي المرحلة المسرحية هيك بالمختصر الطويل تعرف كل انت تعال احكي لها عنها تفضل سوري شيء غريب جدا بعد حرب الخليج طبعا كل شيء توقف واحد من الشغلات انه مثلا كان هشام في الخليج في قطر الدنيا بتعرف بدوا يصفوا في الأردنية من هذاك الوقت في نفس الوقت كان في شاب ممتاز مدير برامج في التلفزيون الأردني اسمه زيد فريز أخوه الدكتور زياد فأنا كنت مقدم أرجع أسوي كمان بيني وبينك البرنامج تبعي فهشام جاي من الخليج وطلع عند زيد بقول له كمان بدي أسوي هشام كان في البرنامج تبعه اسمه ليالي عمان كان يقلد بنات كثير على المكياج على الآخر انت في الجوامع يقولوا عنه مخنع فاجا قال لي بدنا نشتغل انا كنت مشايف برنامج في لندن اسمه ألاف سميث اند جونز وهذول اثنين كوميديين الموضوع المهم احنا كان عندنا الشخصيه المهمه سميح ابو جزازي الله ابو عواد قرب فتته نازله هذاك مجعوم هذاك لازم يكون في شيء فاجا هشام بيقول لي هات خلينا نسوي كان بدي اسوي البنت الزعره تبعها اللي كان يسويها بنات عمان وانا اسوي سميح عبد الجزر قلت له انتهى لانه ما صدقت اخلص من سميح لانه بعد سميح انا بطلت بعمل لانه بتخاف بعدين تسجن في الشخصيه قلت له لا 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 هالمره بدنا نعمل بس نبيل وهشام والموضوع هو اللي بخدم وليس الشخصية اللي بتخدم الموضوع الموضوع بخدم الشخصية حتى لما عملت في فترة من الفترات فيه كنت أعمل فيه عن شاب كان موسيقي اسمه فؤاد ملص في الإذاعة الأردنية حبوب جدا وقوم يصيدوا هكو هكو ضحكوا احنا في الإذاعة مبسوطون جدا أكلنا خازوق غير شكل بس والله مرتاحين فعملته أنا في حلقتين ثلاثة لما كانت فيه ثلجة وبحكي مع البث المباشر صاروا في الشارع ينادوني وقفته رأسا وقفته فيجي هذا السيد هذا قال شوف نبيل وهشام فبلشنا أهلا نبيل وهشام ولا إشي ومثل ما بتعرفوا إجا الثلجة صفوا الناس في البيوت والبث فلاقى شعبية كبيرة وتغيير عن الروتين هذا لسانه ألوق وهذا غيره غراته إجانا واحد اسمه منير نصار اللي هو سوى كان زمان مخ منفتح جدا صار وزير سياحة فترة فترات قال شو رأيكم تعملوا لي في كان زمان مشاهد كوميدية في رمضان قال والله تمام كذا كذا سافر هو اللي في هناك اللي شريكه ما تفهمنا احنا وياه فانا اتصلت في سعيد صوالحه في الريجنسي قلت له عندنا كذا 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 قال اهلا وسهلا تعال سوي اللي بدك اياه الا مسرحيتنا سياسيه فبدنا نمشيها بالرقابه مين بالرقابه اخونا وصديقنا هاني سنوبر بس هاني سنوبر قاعد بيشغل في وظيفه اقل من قيمته بصراحه لانه هو له تاريخ هائل لكن رجع مدير مراقبة نصوص بطل يقرأ زيك فشو النص يا نبيل وهشام قلنا له ولا شيء عن الأخلاق والزراعة والدنيا كله مشاهد عن سياسيين ما عدا الملك كل الزعماء فيها ما عدا الملك
قال اوكي مجاز. هلا بدك تاخذ من المحافظ لانه ممنوع تسوي في فندق بدون محافظ. شوف قديش خطينا فيها. رحنا على المحافظ كان اسمنا كويس نبيل وهشام وغيره وغيراته، برضو تشدمنا عليه قلنا له مشان الاخلاق والدنيا فختم فوديناها. ما مضى اسبوع عليها ولا مدير المخابرات رئيس وزراء الامير رعد لو ما في الصف الاولاني هلا هلا. واحنا بنقلد القذافي وبنقلد كل الزعماء مع المجاسين. فيعني بدي اقول لك كيف فخلصنا من هون. فالله انا سالت مصطفى القيسي نروح معك؟ قال لا والله يا عمي ديمقراطيه اعملوا اللي بدك اياه. دين مخابرات يعمل اللي بدك اياه. قلنا والله شو نعمل لك؟ هشام قال بقدر اعمل الشعراوي ها وهو قاعد بفتي انه واعملوا بامريكا شغله زي هيك يعني بخرط بالكلام شويه. اعملها قدام القيسي بقول عظيم تسوي. اجاني الامير رعد بقول وين الملك؟ شو اللي بقول؟ قال الملك حسين تعملوا كل الزعماء ما بتعملوا الملك حسين؟ اتس نوت كريديبل ما في ثقه مش كويس. قلنا له سيدي هدش هدش روح جلالتك روح جلالتك خلينا نروح نريح الدار. طلعنا من المخابرات لحلام سليم خلينا نريح الدار. فبعد فتره سوينا مشهد صوت بس اللي انا بسوي فيه وزير خارجيه كامل ابو جابر رحمه الله وقاعد بقول والله كان وزير خارجيه بيسوي مؤتمر صحفي. فواحد بيساله بيقول له ليش ما بتسووا سلام مع اسرائيل امريكاني قبل ما نوقع السلام؟ فانا بقول له شوف مشكلتين صار معنا. بقول له انا والله في الانجليزي اذا بتسمحوا لي اقول This is a cantankerous and a convoluting question. Cantankerous naked and convoluting معقد. بس مش كل انجليزي بيعرف هذا. فبقول الصحفي والله ما انا مش فاهم شو اللي بتقوله. قال له ولا انا سمعت من الامير حسن. ولا علينا الامير حسن. المهم انا بعدين بسالني الخليج انتم وقفتوا ضده حرب الخليج بدكم تعتذروا؟ هذا واحد صحفي خليجي المفروض صوت بس بدكم تعتذروا؟ قلت والله غير نعتذر. انتم عارف بنعرفكم بتحبوا الفوتبول. والله غير نجيب فوتبول ونكتب عليه اسفي ونودي لكم اياه طز 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 لما يصير طش طش. هلا مين اللي بيطلع؟ اول مره حطينا الملك حسين بقول دخ ابو جابر هشام بيعمل الملك بشكله دكتور ابو جابر والله مر على القصر بكره. ابو جابر طارت القضيه. هذا اللي بدايه. ولما الشريف جاب الملك حسين انا كتبت مشهد صغير على السريع. هشام بقول له هشام اسمع بسمان برا. قال لي مين؟ شرطة زمان؟ قلت له زهران يا زلمه. قال لي ما هو مدير شرطة زهران؟ قلت له معلمهم. قال مدير الأمن؟ قلت له المعلم الكبير. قال أنا بروح. قلت له تعال 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 ما احنا ماخذين إجازة خليه يطرد وزير الثقافة اللي سمح لك. سويناها قدام الملك شيء حلو جدا لأنه ما كان حدا يضحك إلا لما يطلع على الملك بضحك. كله قاعد هيك وزراء والديوان وغيره كله بس الملك يقول ها ها هاي الإجازة ما هي. طيب سيدي هون بدي أذهب لسؤال إنه سوري بعدها التغت الرقابة على النصوص لأنه إجا مين كان وكيل وزارة عمايري إشي راجع مرة بقول لي يا زلمة تمروا علينا اسألوا. قلت له خلاص اعرف كل مسرحياتنا عن زراعة البندورة والأخلاق العامة امشي فيها وقف ما حد جاي عندك. للآن الأردن البلد الوحيد اللي أنا بقدر أسوي مسرحية وواحد بقدر أسوي مسرحية بدون ما يأخذ إذن في الرقابة. لأنه إذا الملك شافه شو بدك جيش مين انتبه مين انتبه. طيب هون بيقودنا سؤال إنه أنت التقيت جلالة الملك حسين والتقيت جلالة الملك عبد الله وحضر لك مسرحية كلوسات وكنت ايضا يعني
تقلد هذه الشخصيات. التقائك بالعمالقة بالملوك، بدنا نحكي شوي عن الأخلاق يعني التواضع. نعم، في حوالي واحد هذا الرجل يعني لا حد يعني أول مرة أنا التقيت مزبوط بالملك حسين، كنت أحكي مع الملك عليا بدنا نسوي نظام ودنيا، هو يقول له هو هذا نبيل بديش نظام بدي قانون، قال له أنا ما بقدر أسوي قوانين، نبي صالح بتسوي قوانين مع التلفون هذا كله. بعدين لما راح يسوي بده يتصور مع جلالة الملكة، سويتش على الملكة أنا وقعدنا نساعده ألبسه الجاكيت هاي البيضة مع كل شيء، لقينا أنه الوشاح هذا طويل بوصل لرجلي. جلالة ما عندك دبوس؟ والله شيء فتشنا لقينا دبوس شنكل صبطه للملكة. عندنا لما نزلنا نصور تحت طلع كثير بالنسبة للملكة، هات كتب حط تحت. وكله وهو يضحك وبروح طيبة، كله روح طيبة، وكله يعني ملك الأخلاق 100%. أحكي لكم شغلة، قال لي جمال الشاعر يعني قديش هذا الملك كان جمال الشاعر إذا بتتذكروه هذا كان معبي وضد. بعدين شي يوم بقول لي بتعرف هذا الملك؟ هذا الملك بتقدم عنا 200 سنة. قلت له كيف إيش بتقدم؟ يلا زلمة إجوا جماعة الملك قبل ما هذا، في ناس ما بدوا الملك يتجوز الملك عليا، قالوا له الملك عليا ثلاث ضباط قالوا له احنا طلعنا معه. قالت طلعنا، قال له الله يعطيك العافيه، اوكي روح تجوز. طبعا فكر راح يعدمهم، رقاهم الملك حسين رقاهم لانه عارف الحكي القاضي، يعلو على الصغيرات. الملكه عاليه اجوا قالوا لها تعرفي نبيل طلق مرته، يقولي عنده ولد على اساس انه مبطل. قالت لهم لا عظيم هلا بتفرغ للمركز. ف يعني كانوا اعلى من الفساد الدنيا. حتى بعد ما ماتت الملكه اجى الملك قلت له يعني قاعدين بيشتغلوا فيه الحساد كثير وخربوا علي وحطهم حواليك. قال نبيل هذا اسلوب الحياه، بدك تضلك فوق كله بده نزلك لتحت تنزلش، طلع قدام وضلك ماشي لك قدام ولا بتتعثر، لا تطلع ورا ولا تنزل. هاي فكرتها بالذكرى. فهذا الرجل يعني انا بسميه امير الاخلاق. نعم 100%. نعم. الملك عبد الله هو لشخصيه مختلفه، بعرفش انا بعرفه في بينه علاقة لطف، أخذنا مرة أنا وهشام مشان يرمينا في الباراشوت فوق بطلنا بعد ما شفنا فوق هو اللي بدفش هالناس وغيره، وإجا على مسرحيتي هالوساد. هالوساد اللي بيفرجي كيف الإعلام بيلعب في مخنا. فأنا بسوي إذاعة، بسوي إذاعة تحكي صحيح. فإجت المذيعة شعرها نازل دنيا ورقاصة شكلها. قالوا مين بعت هاي للشباب؟ قال جاتنا بواسطه. ايه زمان مش بديعة يا رقاصه. قال هذا اللي جاب. قلت له مين بعتها؟ قال واحد فوق. قلت له قديش فوق؟ قال راس السلم. ومين قدامي؟ الملك عبد الله وحمزه. درت على الملك قلت له ما بدك تبطل الشغلات. بعدين قلت لا ظني مش انت اخوك. يعني هذول الهاشميين بيعرفوا حالهم أهل سلطة لكن مش أهل تسلط. من الملك حسين تعلمت أن السلطة للتسامح وليس للتسلط. نعم. فهذول هم الهاشميين. نعم. بيرفكت مش بيرفكت يعني جدا مناسبين لها الأردن. نعم. والأردنية لأنه إحنا ربك ما برضى الأردنية. استغفر الله. طيب سيدي بدنا ننتقل إلى سؤال آخر، أين المسرح اليومي الآن بعد نبيل وهشام، بعد الله يرحمه نبيل المشيني، بعد ربيع شهاب، بعد محمد الزواهري، حتى طبيشات، حتى سمعة موسى حجازينو في فترتين مع أحمد حسن الزعبي وما قبل أيام الشواقفة، اختفى المسرح الأردني اليومي ليش؟ هل من الفش نصوص؟ هل ممثلين؟ هل لا أول شيء بدك تعترف كبرنا. نعم يعني انا لما بلشت في المسرح
عمري 23 ولا 22 الآن بعد 3 أشهر أنا بصير عمري 84 ما شاء الله. صعب أنك تعمل المسرح اليوم. نعم. بحرك. بس أهم من هذا كله المتغيرات. نعم. كان عندنا في قضيتين القومية العربية. نسمع كل مسرحياتنا. كل مسرحياتنا. نعم. القضية الفلسطينية. نعم. القضية العربية. وشوية مشاكل اجتماعية. كرب شوية. كان عندنا يعني قضيتين مهمات. محرزات القضية الفلسطينية اللي كل مسرحياتنا أنا وهشام اللب تبع هاي القضية الفلسطينية. بعدين في عنا القضايا المحلية وبعدين القضايا زي مؤتمرات قمة عربية عن الزعماء والقميض العربي وبرضه كيف ضاعت فلسطين أول مرة وكيف ضاعت فلسطين ثاني مرة في مؤتمرات القمة العربية. فهذا القومية العربية الآن في هذه الحالة يعني خلينا نقول بعد ما صدام سمح الله دخل على الكويت ودمر وخبر من هناك بدأ تضمحل الخط العربي بدأ يتدمر وفي هدف لتدميره أيضا هناك. وفلسطين مثل ما تشوفوا قاعدين بذوبوا في القضية هذا بصالح وهذا بصلح وهذا بتاجر وهذا ببيع وهذا غير وغراته غير وغراته. إحنا رحنا على فلسطين بدك ولا بدك في سؤال عن هذا؟ لا يعني خلينا ناخذ لأنه جلالة الملك حسين اتصلوا فينا فأنا جلالة الملك حسين قال روحوا قال وين روح أنا قلت له أنا بعرف إسرائيل كلهم رعدوتي شو بدي راح أسوي فيهم هناك وما بحبهم ويجوا يعني قابلت ناس منهم في إنجلترا ربك ما بحبهم اليوم في الغرفات. فلا ظل ورانا 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 كان في بداية سلام مع رابين قبل ما ينقتل. فقلنا طيب احنا ماخذين شو مسرحيتنا السلام يا سلام بنضحك فيها على السلام نضحك فيها على النبي يهوى تبعهم من منطلق يهودي يعني نضحك فيها على كل مفاهيم السلام الانسانيه وبنفرج القضيه الفلسطينيه وعذاب الانسان الفلسطيني في اللجوء لغير وغراته. هاي مسرحيتنا فاذا بدك تعرضها انت في فلسطين بتعرضها في فلسطين. يعني خلينا نرجع شوية يعني أنا وهشام من خلفيات اجتماعية مختلفة نعم. ومن ظروف اجتماعية مختلفة وهو أمه مصرية ودرس في مصر أنا هون من الأردن من مادبة ودرس في إنجلترا وبرضه هو تجوز إنجليزية فعنا يعني عنا مخزون هائل من الأحداث لأنه هو كلاجئ وتعذب ومر فيها وانا بقول في وانا في المدغنة وانا عمري 5 سنين وانا داير في مادبة يا يهودي يا ابن الكب اهرب اهرب جاك العرب يعني تربينا عليها فبركة مادبة طولها انا نغنيها. فنحن عندنا نفس الخلفيات ولكن مختلفين فكان اثراء هائل لبعض نعم. ثقافيا لما بعد فترة تقريبا خلصت رجعنا شوية كل واحد رجع في 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 طريقه. أما المسرح الآن اللي تحكي عنه ما فيش عنه قضية. أول شيء زي أنا حبيت جملة للأخ دريد بقول بسألوه فيها قال لهم أنا مستقبلي وراي شو بدي أعمل أحسن من اللي عملته من قبل بالظروف الآن ما بتسمح لك يعني أنا طلبوا الريجنس هالسنه مني ريجنس هوتيل إنه أسوي لهم رمضان نعم. أنا إيش بدي أحكي تيك توك أجيب نكت قديمة عن الأم العربية عن القضية عن التطبيع مع الخليج عن غير وغرات أنا إيش بدي أحكي إشي يعني اللي أنت وأنا بنفهم عليه في مجتمع آخر إحنا وياك ما بنعرفه مجتمع التيك توك ومجتمع الغير وغرات وهذول اللي بيطلعوا تلفزيون ما فيهم كوميديين هم بيقولوا كوميديين هم معلقين بس ما فيهم حدا بضحك إذا بتطلع على التيك توك أو على البرامج الكوميدية اللي موجودة. فالآن في تراجع هائل في الأمة وأنا من هالأمة نعم. أما كنا نحكي عن أبو زنط وكنا نحكي عن جمال عبد الناصر وكنا نحكي عن الشيوخ والملك حسين ودنيا على المسرح لما يطلع الملك حسين هشام تحس الناس قاعدين جوفا نعم. لما نطلع أنا وياه أنا الأسد وهو شو اسمه صدام تحس إنه في حوار عربي قاعد بصير هناك
مع كل سلبياتهم أو إيجابياتهم مع مين هلا؟ مين فيهم؟ طب هذا شو الشيخ زايد؟ هذا مش بيعطي يعني إنه الجيل الشاب حالياً والشباب حالياً مقصرين بهذا الجانب، مش قادرين يصنعوا أنفسهم كنجوم؟ أبدأ أقول لك شغلة، لما صارت المظاهرات سبت 87 في الأردن، لما قال بعد الحسين رجع البرلمان، ابني كان ولدان في 70 صارت المظاهرات، إجا ابني اللي هو في الأردن بدرسه قال لي يابا إيش مظاهرات؟ الآن الملك حسين صار له ميت 23 سنة، اللي كان عمره 5 سنين كان عمره 30 سنة، بس بعرفش الملك حسين عمره 5 سنين، وما فيش كتب بتحيي هذا الموضوع. احنا كنا نقرأ التاريخ، ونقرأ التاريخ ومعركة بدر وغيره وغيرات، وكل نقرأ كل شيء والتاريخ ولا غير، هلا لا هلا لا نعم. وما في واحد بوعي للتاريخ زي ما هو موجود، لأنه هذا التاريخ مهم. إحنا تاريخ إحنا صرنا، أنا بحس عالم لما قاعد مع ناس بقول أنا تاريخ أكبر واحد فيكم. نعم أستاذ نبيل، في تاريخ 16 بنحكي على التاريخ 26/9/2009 طلعت شناعة سألك سؤال أو عن الكوميديا فأنت بتجاوبه. مين هو؟ طلعت في 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 إحدى الصحف في جريدة الدستور بتقول له أنت بتجاوبه أن الكوميديا في خطر وأن الكوميديين في انقراض. نعلق على هاي في 2023 شوف وين وصلنا في الانقراض. مصبوط، بس أنو سنة هاي؟ 2009 2009 أنا أين تعملت أول ستاند أب كوميدي في ديونز بني 2010 ما كانش موجود هذا الكوميدي. هلا ككوميديين مع تاريخ مليء بالفكر والتجربة المصبوط، بحس انه الشباب ما بيعرفوا. يعني انت حتى تكتب صفحة كوميدية، خلنا نقول لك بدك تكون كاري 10 كتب مشان تكتب صفحة بالكوميديا، هم بفكر الكوميديا قول لك كلمتين هبل هيك واضحك عليهم وغيره غرات ولا شيء. بس لا 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 لا، بدك تكون قاري، بدك تكون مار في حياة، في تاريخ، في غيره، خاصة عندنا احنا، لأنه الكوميديا احنا ما بنقدر نطلع. أنا زي سمير غانم مرة شفته مع شيرين، أنت عاوزة؟ لا أنا مش عاوزة. عاوزة ليه؟ لا أنا مش عاوزة. وعاوزة وعاوزة نص ساعة والله. احنا هون بنتبهدل، الناس مثقفين وأعمق هون في بلادنا، ما بيقبلوا هيك شغل. صحيح، زي بسمع كثير عن في شاب بيجي من فلسطين بيجيب النكت القديمة بيسويها مشاهد أو بيحكي رزالة. لما بصير يحكي رزالة أنا هذا بسميه أفلاس ثقافي، مش بلاقي. يعني أنا خلنا أخبركم شيء، رحت على الهند أدرس لافتر يوغا. الهند اللي اخترع اللافتر يوغا دكتور مدان كنت معه، قال لي أنا بلشت مع الناس نحكي نكت الصبح نضحك الصبح تجمعوا بضحكوا، بعدين شوي شوي النكت صارت رزالة، لما صارت رزالة باخت، بعدين اكتشفت انه انا بس اقول جسمي بتجاوب ايجابيا، فما في لزوم اقول نكتة. انا لما بتطلع على اشياء انت ربك بضحكك طبعا. ايوه بتصل الضحك هو عدوى، هو عدوى بس تضحك انت كانسان. ليش قال تبسمك في وجه اخيك صدقه؟ الحديث النبوي الشريف المهم مش تبسمك بس، طلعك دايره عامل هيك، تبسمك هو تعاملك الاخلاقي الحسن. واحد مر عليك في الشارع بدل ما تقول له فتح يا حمار، اسف يا اخوي سامحني الله يديمك، انت تطلع امير، انت بتعلموا الاخلاق. يعني الكوميديين اختفوا انقرضوا، ما خلصوا بس المادة مش كويسة. نعم. شوية تكرار، شوية ال 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 فيش أنيقة، في النصوص ما في، مش أنيقة يعني النصوص ضعف. بعدين لو سمحت لو سمحت لا 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 لو سمحت في لقاء على الهواء. وحكى بس معلش
أنا مدير الندوة لو سمحت. لو سمحت. هلا هلا. شكرا لمداخلتك، بس لو سمحتوا ممنوع المداخلة أثناء حوارنا، في تسجيل بث مباشر، صوتك ما طلع على فكرة وما تسجل، لذلك أنت عملت فجوة في التسجيل، فأعذريني أنا آسف، بس لأنه في ولا يهمك معلش حلوة سامحها تفضل. يا سيدي ولا يهمك. برمضان أنا شفتك في إحدى الدعايات، وفي لقطة على عامر شفيع، وفي لقطة لك في إحدى الدعايات، هل هو مجرد المشاركة ولا هو نوع من التنويع ولا إيش؟ أنا صار لي في الفن من الستينات، يعني من ال من الستينات، يعني 24 قديش؟ يعني 16 60 سنة. وعرض علي إعلانات كثير ومبالغ ممتازة في الزمان، ما أقبل إلا أعمل إلا لمصلحة عامة، السرطان، النظافة، أشياء يعني أشياء اللي بتمس المصلحة العامة. هالسنة ما بعرف ليش، لأنه ما بسوي رمضان، إجا أول إشي واحد يقول إحنا سوينا إعلان للبنك الإسكان صوت ومسجلينه، والمخرج قايل لهم مربك غير يجي نبيل يسويه كده. فوالله أنا يعني دخدخ غروري شوي وطلعت كلمات، واللي هي كلمات عن رمضان، رمضان حلو، رمضان كيف، رمضان غيره، وكل عام وانت بخير. قلت له يعني ما بغلط، قلت له بس ما بطلع وجهي مع بنك الإسكان، طلع صوتي بس. هلا اجا ناس ثانيين لمصنع الجاردين، قلت له والله انا بعمل بس خلنا اشوف المصنع. قالوا معك بسموهم انفلونسرز، هذول اللي بيطلعوا كثير انا ما بعرف عنهم، اللي لهم يعني مشهورين، لهم 10 ملايين وشهير وغيره، ما بعرف فيها، وراح تكون معهم. قلت لهم بدي اشوف المصنع، والله شفت المصنع في القسطره، وشعرت انا بفخر الاردني انه هيك على مصنع. ولما اشعر بحرج اني اطلع اقول، قلت لهم طبعا بحملش بضاعه وسوي غيره، بنقول جاردينا لاني شفت المصنع ونظافته ونظافه شغله ونظافه يعني، وبصدر للعالم العربي. قلت انا يعني جزء من هالتركيبه، ليش اذا بحسوا انه انا بخدم هاي البضاعه ليش ما اقولها؟ فقلتها، ما اخذتش كثير لا تخاف. صحتك يا ضعيف، مش طماع. في موقف لا يمكن تجاوزه، الموقف اللي اصطحبت فيه ابنك عمر الى المحكمه واشهر اسلامه وتزوج امراه مسلمه وأنت شهدت على عقد زواجه، هذا لا يمكن تجاوزه، وبدنا نحكي شو القصة باختصار. ابن عم أمي سليم باشا مرار تجوز خالد من أبو الراغب أسلم الباشا. ابن عمي أخذ بعد 25 حب سنة وحب، أخذ بنت عمر الخطيب اللي كان يسوي برنامج السؤال والجواب. عمر الخطيب وحاولوا يخطوا ويعرفوا على بنات مسيحيات وغيره، ضلوا مدكر لما تجوزوا. وتجوزوا في لبنان وتجوزوا في هون، وبتعرف بحاولوا يضبطوها مسلم مسيحي وغيره غراته. حتى قبل أسبوعين في إلي ابن عمي هذا اسمه جريس، سليم جريس صوالحة، هذا انقتل في العراق في الثورة مع الوفد اللي راح هناك مع رئيس الوزراء. وأبوه انقتل وهو بحارب العثمانيين، الجد والأب انقتلوا، واحد جوز عمتي وواحد ابن عمتي. كمان يجي بيقول لي أنا حبيت بنت مسلمة وبدي أتجوز، وانا كبرت يعني هلا مش هخلف اولاد، يعني بتعرفوا ما له مشكله الخلفه والورثه والغير اللي بسويها، فهي التعقيدات اللي بتخرب غير ورثة. ف انا رحت معه عند القاضي
وظبطناه يعني. صار انا وكيل بياخذ ايجي بياخذ مصاري يعني. بدي اسلم انا باخذ بالضبط. هلا اجى ابني، احنا رحنا انا وياه، رحت انا سنه ال 74 تسلقنا، اتصل فيه واحد شاب بتسلق ايفرست بيقول لي شافني على التلفزيون هو في ايرلندا، بيقول لي تسلق ايفرست؟ عمري 74 سنه كان ايفرست. هلو مره تطلع ايفرست؟ مرتي انجليزيه بس مجنونه زي، قالت واي نوت. بدنا نتدرب ست شهور هون نتسلق جبال ورحنا على ايفرست. هلا مين كان معنا ايفرست؟ المصور ابني دارس مخرج سينمائي، صغور سينمائي. ومين في معنا؟ بنت من المجالي رفيعه هيك. انا قلت والله ما بتمشي مترين من هناك رايح. اول وحده وصلت لايفرست ما شاء الله عليها. وابني اللي ما تدرب معنا هو اللي صور وقرب. هلا ايفرست بتعرفوا انتوا في شيء اسمه البيس كامب اللي بقعدوا فيه اشهر يتدربوا قبل ما يتسلقوا على القمه، وفي القمه دائما واحد من عشرة بموتوا. حتى واحنا هناك زحلق واحد اللي بمش اللي بسموه ايس دكتور اللي بمرق الناس على القمه زحلق ومات، وشفناهم بيحرقوا فيه القريه اللي بيحرقوا فيها، يعني خطره جدا. اما للبيس كامب ممكن تطلع بس اذا صابك مرض الارتفاع لازم ترجع ولا بتموت، ما فيش. وانا شفت ناس كثير راجعين. فابني وايمان كانوا عظيمين، بعدين كملوا على كليمنجارو، تسلقوا هناك على كليمنجارو. انا ما كنت معهم المره. بعدين راحوا تسلقوا في بوليفيا، جبال بوليفيا وجبال بيرو وغيره غراته، واحنا مبسوطين ورفيقين، وتيجي عنا على البيت زي بنتي يعني. وبنت حلوه ومثقفه، ابوها سفير كل عمرها عايشه برا. بعدين شو يجي يوم يابا يابا انا بحب بدي اتجوزها. قلنا له اوكي مبروك ما عندي مشكله انا. شو المشكله؟ يلا قلت له اوكي انا بروح معك لانه انا بروح بيعرفوني الناس بسهلوا المعاملات. فرحت معه دخلنا قلنا ابني بدي يسلم. انا طلعت من هون ولا صحفيه انت اجيت مع ابنك على الشريعه على قلت له مين بدي يجي مع ابني؟ هذا فأدار المفروض انا اطخه مش اروح معه. وانا مش شايف يعني مشكله ابدا في انا مين هاي مين رفاقي؟ مين رفيق المسيحي هذا طلع شناعه؟ مين رفيق الحياه؟ مين رفاقي في الحياه؟ مين يعني القرايب الصوارحه بنشوفهم احيانا ما بقعد معهم كثير لانه بدخنوا كثير، بس رفاقي واهلي كلهم الاردن، ما عمري طلعت على واحد مطهر ولا مش مطهر بدوك. ولما واحد مره واحد اهبل بيشوف في اليونان بقول الاسلام كذا 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 كذا، سويت بوست سلخته مئات الالاف شافوه. قلت له ولك انت يا ابن عمي عن ايش تحكي قاعد؟ ولك انا رحت انجلترا، انا في انجلترا وانا مسيحي ومرت انجليزيه كان في ريسيزم، كان في عنصريه ضدنا وضد اولادنا. انا هون من جدودي ومن جدود جدودي العزيزات اللي اجوا من الكرك. بنتي كمان اتجوزت واحد كردي مسلم في لندن تخبركم. انا بقدر افتح جامع هسه كويس. ما شفت فيها اي مشكله. بظلوا ابني بظلوا ابني شو ما كان دينه، شو ما كان شكله، شو ما كان اللي بده اياه، ما في اي مشكله. ابني الثاني كمان حب اخت مسلمه، بس عندها اولاد وعندها مشاكل مع جوزها. قلنا له يابا يعني بس يعني بتروح انت ومره بتتجوز ويلا تزبطوا، اما بدك تجيب مع اللاجج والعيال وجوزها يمكن عيد النظر في الموضوع. بس ما قلت له لا، قلت له عيد النظر في الموضوع. فانا لا ارى فرق ابدا. وما بسمع طبعا بعض مرات مسلمين بتقول لا تعيدوا على المسيحيه، لا القرد لا عيدوا. يعني قاعد استنى في حد عيد. انا المسيحيه ما بعيد عليهم.
ضايله كم من سؤال بدنا هيك نختصره مع السريع. خلصنا يا زلمه. ضايل شوي. انا اسف يعني. ممتع سيدي. احنا لك شعر كمان مره. هسه في حفله عرسك الثاني الست جاكي كان عرسك على حمى صفول. ها؟ عرسك كان على حمى صفول بيقولوا. بتحبش الصالات انت؟ طبعا. شو موضوع؟ اول عرس انا مرتي الفرنساويه رحت انا وياها واربع خمسه في السفاره، كانت سكرتير السفير الفرنسي، واربع خمسه من السفاره وتجوزنا في الكنيسه وروحت على الدار، امي في الفندق وابوي وعيلتي كلهم ولا حدا اجى لهم. وما يجيزي شو خصكوا فيها انت؟ يعني هذا اللي انا بعد ما لازم بقول لك خارج العلبه. لثاني مره للاسف افترقنا، تعذبت شويه في الولاده واثر على نفسيتها غير للاسف، وابنها ابني ضل عندي منها زياد زياد مربي ضل عندي وراحت هي بطريقها. لما اجيت اتجوز طبعا مرتي اللي انا اتجوزها جاكي صديقه قمر قبل شهرين ما اخطبها قلت لها اسمعي بدي اتجوز اردنيه. ما في طيب بس يا اخوي هذا بتتجوز اردنيه انت الخصوص يا اخوي. الله ده أبوها بده يتجوزك وأختها بده يتجوزك وأمها بده يتجوزك قبل ما تتجوز بنتهم. وأنا يعني بدي أقول في الإنجليزي I'm a very private person، يعني في حياتي وفي بيتي أنا مش اللي أنا برا. جدا بحب أقعد مع كمبيوتري مع كتبي مع مرتي، قلة من الأصدقاء، ما فيش لقلقة، ما بحبش القعدات. يعني بعض مرات الصوالح كانوا يجتمعوا في الفندق نقعد معهم الحكي الفاضي. بحب اقعد في شيء قاعده فيها اخذ وعطاء، انسانيه فيها مرح كويس. فما قدرت المضبوط. كنت اعرف ثلاث بنات اردنيات وهذه ابوها هذه اختها انا حياتي جدا بسيطه، زيت وزعتر وهذا واحد اثنين ما في غيره وغيراته. فمرتي كانت تشتغل في مديرة مكتب الأمير حسن، قلنا لها رايك؟ قالت شرط واحد بس ما نمضي كل عمرنا في الأردن. قلت لها بطلت. قالت طيب. راحت عن قصر رجعت قالت طيب. فتزوجنا من زوجتي جاكي. هالمرة سوينا عرس، هي بدها سوت فستان، ابن عمي عزمي صوالحه خياط ممتاز سوى لها فستان زي مدارج مادبه بس ابيض. ما رحنا لا على باريس ولا غيره، ابو قرش ونص من هالبنون. والراس الذهب حلو كله اخذته من وداد قعوار. وفي بدنا سوينا فطور حمى صفول شويه شمبانيا اوف الكوردر ماشي. حصلت على وسام المئوية من جلالة الملك عبد الله، ما أهمية هذا التكريم؟ قبله وسام الاستقلال درجة قبل وسام الاستقلال الأوسمة هذه وهذه وسام الاستقلال نعم. رحت انجلترا أخذته معي انسرق، قلت انسرق انسرق الوسام حديد. والله شوف يعني حلو نادوك يكرموك. نعم. وبسعدت انه كان معي كمان زميلين. نعم. خاصة محمد العبادي. نعم. كان كويس. هلا الاختيار اللي صار والله ما بتعرف في الديوان، انا خبروني قبل بيوم احكي لك بصراحة يعني مش دائما مش كان في البرنامج يمكن انا ما بعرف شو العملية، بس كانت فكرة حلوة. نعم. انه يكرموك لمشوار الحياة. الحمد لله. يعني بجوز يجيب لك حسد اكثر من جكر. يعني لكن بس كان كانت فكره لطيفه. ويعني الملك عبد الله انسان لطيف وزوجته انسان مثقف. يعني شفت لها محاضرات شفت لها مضبوط الكلام برفع. انت تعطي محاضرات عن الابتسامه او فطابه الابتسامه والتسامح والصحه العقليه والنفسيه، نحكي عن هذا عن هاي المحاضرات اللي بتعطيها. هل يتقبل الشعب بعد المسرح السياسي؟ نعم. وكنت
اكتشفت انه احنا بنضحك على الحكومه، ده الحكومه اللي بتضحك علينا قاعدين، ولا تحسن فيهم شيء ولا تغير فيهم شيء ولا كذا، الحكومه الحكومه. صرت ابحث عن اي شيء يعطيني بعد اخر في حياتي غير المصلحه، بديت ازهق، شو اللي بيعطيني انا بثريني؟ لانه تعرفوا انا وقفت ورحت درست دراما في لندن، وقفت ورحت درست لافتر، ودائما بروح كتاب العالميين لما في سيمينار. بدك تضلك مستمر، الحياه من عند والدين، لانه اذا وقفت شويه ولا هي هناك وانت هون. ولاحظت كثير من الزملاء منهم هاني سنوبر، نعم، بالاخر يقول لي اخي ما بيقدرونا ما بيسولوا، بقول يا اخويا هاني بدك تشتغل، ما فيش توقف، ما حدا بتطلع ماضيك، نعم، شو يومك ومستقبلك بس. اما تقول لهم انا متذكر الماضي بقول لك راح خلي عنا، راح الماضي شايف. وحتى الخطيب شو اسمه اللي كان يسوي سؤال وجواب مره قال لي اخي مش قاعدين بيقدرونا، بحسيت بحزن لهم، لانك بدك تضل مستمر، بدك تضل تبحث، بدك تضل ديناميكي، بدك تضل شاب، بدك تضل تحافظ على صحتك، بدك تضل تحافظ على عقلك. واذا بتدقن وبتصير عندك اهميه ذاتيه وبصير انت عنك بصير غيراته، رحت خلص راح عليك الزمان. فسمعت انه في الهند في شيء اسمه لافتر يوغا، والله اتصلت انه بقول في فيستيفال، حملت المره على بومبي، كان في فيستيفال من كل العالم، ناس بقعدوا بس بنجمعوا مرحبا باخذوا نفس غير ورات بعد يقول بعد مده بصير عندك عاده، بصير واي اوف لايف، هاي الابتسام، هاي الضحكه. بعدين الضحكه هاي بتقوي المناعه، بتقوي الغدد، الالم وجع الراس، انا بوجع راسي ما باخذ لا اسبر ولا شيء، بروح على المرايه بطلع وجهي وما قاعد ضحك على حالي ما في بعد الضحك لصحتك النفسيه وصحتك. والناس اللي بقعد عندك بقول البلد خرباني والهذا خرباني، ابعد، قوم روح اطلع منه، روح لا تقعد الا مع المبسوطين المرحين اللي شايفين الخير في وجه الناس اللي مؤمنين بالله وتواضع الحياه. في ناس مؤمنين بالله برضه ما بيضحكوا. ابنائك زياد وعمر وكرم ولارا، ماذا نقلت لهم؟ هل انت اب مثالي لهم؟ ابني زياد طبعا اللي ضل معي من زوجتي الاولى، نعم، وضليت معه انا، وكان معي في مركز هاي الثقافي ودنيا، وبعدين ذكي المنحوس اخذ بعثه لكندا، ومن كندا هناك اعطوه بعثه لامريكا، درس احسابه زياد. اوكي يلا وفر له قرشين كويس، وفر له قرشين. هلا اولادي الثلاثه، نعم، يعني ما بتصور زياد واخوانه قديش اقراب على بعض، قديش انا عمري ما امرت ولا عمري نفشت ولا عمري ضربت، لكن كلمتي عندهم ذهب، او ما فيش يعني مش شيء ثاني، مش عنجهيه. انا اصلا ما بعملش شيء بدون ما استشيرهم، لانه انا بحس حالي خارج الزمان، مش بديت شويه اطلع. اللي برجعني على الزمان هو ابني كريم المهندس ناجح، هو ابني عمر اللي اتجوز المجالي، بنتي لارا في لندن ايضا، فنحن رفقه هائله. مضينا الصيفيه الماضيه كنا مع بعض في بيت على جزيره، اللي ابني زياد الحمد لله ناجح ومن اكبر العقول الكمبيوتر في العالم، ابني عمر بصور في كل العالم، بنتي لارا مطلوبه للبي بي سي ولغيره، عندهم اجمل صوت بتسجل كتب يوميا. نعم. هناك ابني كريم ما خلاش بار مطعم ما صممه هون، لكن رفاق، وانا زوجتي رفيقه. خليني اقول لكم شغله، تكونوا متجوزين عمرك لا تجادل انت ومرتك، لانك لو ربحت الجدال انت خسران. لانه نحن يجب ان نعترف، هذا من خلال الافتر يوغا، هذا انا بسوي محاضرات في الافتر يوغا، سويت 100 محاضره، كيف تعيش بسلام مع نفسك ومع غيرك؟ هوينه من خلال ابتسامه، من خلال التسامح، من خلال كلمه تبسمك في وجه اخيك الصدقه، اخيك ممكن يكون اخوك، مرتك، غير وراته، ولا تجادل. الجدل هو حوار بين عقلين توقفا عن العمل. انت اذا بدي احاول ابرهنك انك انت غلطانه،
كذا كذا أنا غلطان، أنا لازم أحكي معك. نعم. أسألك، نتساءل مع بعض. أنا كنت أتجادل أنا مرتي، بعدين اكتشف وأفكر هي قليلة عقل، طلعت أنا قليلة عقل. فأنا لما هلا المرة تعرف ستات بتعرفته شوية، وبعدين عقل المرأة يختلف عن عقل الرجل. لا تتعامل مع المرأة كأنها تفهم عليها، وربك ما فهم عليها. بدك تقبلها كما هي، وإذا قبلتها كما هي وعاملتها باحترام تأخذ أجمل ما فيها، والمرأة مليئة بالجمال. وأنا رفيقتي زوجتي الآن بنروح وبنسافر رفاق حياة، متعة مع بعض لما نشرب قهوة، متعة لما نقعد مع أولادنا، متعة في أي وقت بنسافر مع بعض، نسبح مع بعض، نسلق جبال مع بعض. يعني في هالعمر هذا، ولأنه كل زملائي كل هذا سم، وكلهم توفوا أو هشام أنا الله يشفيه، كنت أقول له ولك لما في أربع جمل هو مش فيهم اللي يطلع برا ولع سيجارة ويرجع، هذا بنتحر قاعد، كل واحد بدخن قاعد بنتحر. خلنا أخبركم، كل واحد بنتحر. أنا بطلته من 50 سنة وبسوي رياضة، مشان هيك أنا هلا بسبح، بتسلق جبال، بسوي اللي بدي. لا عندي لا سكري ولا ضغط ولا شيء، لا عمري حسدت، لا عمري غرت، لا عمري دخنت. الإدمان بقتلك، الإدمان على أي شيء، على الكشرة حتى بخرب وجهك. يعني بدخنش إذا بترك بخرب. طبعاً حبيبنا الصحر الكبير أستاذ فعاد شناعة، حبيبنا وعلى راسنا، بس هم صداقة بتناكشوا من زمان. أستاذي الحبيب، آخر سؤال، بماذا تختم هذا اللقاء؟ بدنا نحكي عن أول شيء قبل هذا السؤال الأخير، بدي أشكر الست جاكي صوالحة زوجة أستاذ نبيل اللي أهدتنا كتابها اللي مؤلفيته عن 25 سيدة أردنية من الرائدات، وهو كتاب بالإنجليزي وترجمة إلى اللغة العربية، وزارة الثقافة ترجمته، فشكرا لها على هذا الإهداء. والآن أعود لسؤالي الأخير، بماذا تختم هذا اللقاء في مذكراتك اللي عم تكتبها الآن وعلى وشك أنك تنهيها؟ فبدنا نسمع منك مما كتبت في كتاب المذكرات، اسمه وعنوانه، وأنا حتى نختم إن شاء الله. والله ما بعرف يمكن تطلع للدار. خارج. والله يا أخوي الكتاب كان طالع، بس شوي اختلفت أنا والناشر وصار شوي خربطة، وبعدين اكتشفت لأن إحنا ما بنكتب مذكراتنا وإحنا ماشيين عبر الحياة، بدك تستذكر. فأنا بعد ما كتبته كله خلصته قعدت أطلع فيه بقول هل أنا كتبت ما يحق لقمر أن أكتب عنها؟ هل أنا كتبت عن أبوي ما كان له دور كبير في الحياة، لكن رجعت أراجع لقيت أبوي كان كاتب في البلدية، كان مقدر، كان مقوم، كان يكتب شعر، خطه العربي أجمل منه، ما ذكرت هذا. رجعت أستذكر، واللي له حق في هذه الحياة أني أذكره بالخير، وأنا ما أذكر حدا بالسوء، بس بقول يا ريت عمل هيك. أوكي. زي مثلا هاني سنوبر، بعد ما بلشنا المسرح وسوينا قلت له يا هاني ما بصير نضل هيك، لازم تفتح وركشوب للكتابة، تفتح وركشوب لتدريب الممثلين، تفتح وركشوب للجسم، تفتح غيره وغيراته، ولا بصير نقعد نشتغل في بعض زي النقابة والرابطة، هلا بصير نقعد بس نلعب شدة ونفن نفسد على بعض. وهيك صار في النهاية للأسف. فأنا تركت المدة. فأنت الحياة باستمرار هي بحث وتفتيش وتحسين. اليوم اللي بتوقف فيه متت، واليوم اللي بتروح ضحية إدمان الدخان أو شيء غير وغراته، الله يشفي كل واحد فيكم بدخن، لأنه سم. خلنا أقول لكم شغلة، شو اللي بصير بدخن؟ كنا معرضين للجلطة الدماغية. اللي بدخن شرايين مخه، هذا طبي، شرايين مخه بصير زي القزاز، فلما بصير بالجلطة بفقع زي هشام، تفقع اليوم أخذ في MA بالتاريخ. نعم. تاني يوم صابت الجلطة. هلا هشام قاعد في البيت هيك وبقول كلمة واحدة بندورة، مع كل العلم تبعه، مع كل التاريخ تبعه، انمحى من الدخان والسترس. الله يشفيه. السترس القلق. وربيع شهاب نفس الشيء. فيعني مشوار الحياة
هو بحث مستمر. نعم. وبتعبوا، في ناس بتعبوا. أنا أختي وصلت 90 قاعدة نامت على الكرفان، قوم يا مبدي خلص زيك. في ناس بتعبوا، فهي صحيح. بدك تحاول ما تتعب الحياة. صحيح. صحيح. أنا كتبت في آخر كتابي معلش أقرأ هالكلمتين. نعم. الكتاب موزع إلى حياتي من مادب وغيره، بعدين حياتي في لندن وفي الأردن هون، وكيف بلشنا المسرح في الإنجليزي ثم المسرح في العربي ثم غيره، ثم حياتي مع المسرح والتلفزيون وبدايات التلفزيون وغيره. اليوم أنا كنت في التلفزيون بقول له أنا عملنا أول مسرحية في التلفزيون الإعدام، أنا ونبيل مشيني ودنيا اسمها الإعدام، تجريبية جربوا كيف يسجلوا فيها. قلت له فتش عليها لمدير التلفزيون لأنه هاي التاريخ. فبعدين مشواري مع الملكة علياء ومركزها الثقافي، بعدين مشواري في الحياة مع إيفرست مع غيره وغيراته، وفي بحث عن الكوميديا في الـ في الـ في, الـ في الكتاب العربية. نعم. بحث عن الكوميديا وبحث عن التاريخ المسرح في الأردن هون، اللي بيجي كل واحد بيطلع له بسوي له مسرحيتين على لما بديت المسرح، إذا بتطلع على المدرج تحت وتواضع حتى تقول أنا بليت. إحنا أولاد تاريخ، إحنا جينيتيكلي ليش تحركنا بسرعة؟ لأنه إحنا موجود في جيناتنا، بس عاد بدك المجال تبينه. المهم هذا هو الفقرات للكتاب. وأخيرا أقول ماذا أقول، وهل هناك حكمة لم تقال في الكتب الدينية والأدبية أو حتى على اليوتيوب؟ تفتح وتشوف قديش مفروض. أقول إذا قرأت هذا الكتاب فشكرا لك، آمل أن أكون قد تركت على وجهك ابتسامة، أو تركت لعقلك فكرة أو ذكرى أو معلومة. أشكر كل الذين يقابلوني بابتسامة وبكلمة دافئة لطيفة. كلهم هذا التقدير الحلو اللي احنا بنلاقيه في الشارع، من فتيات وشباب ورجال ونساء من جميع الأعمار والخلفيات، من رجال أمن أو جيش. أشكر الأطباء الكرماء الذين في معظم الأحيان لا يتقاضون مني أجرا تقديرا لمسيرتي. شكرا للشاب الذي أنزل الدمعة من عيني، هذا في العقبة هنا قال أنا معجب بك وأعمالك، يعطيك طولة العمر، يا ريت ربنا يأخذ من عمري ومد بعمرك. إشي نزل دمعتي. ولن أنسى الذين أخبروني أنه بعد سماع محاضراتي عن الابتسام والضحك وكيف أثرت على حياتهم مع عائلاتهم وجعلتهم أكثر سلاما وإيجابية مع نفسهم ومع غيرهم. ما يسعدني أنني ومنذ سنين وحين أقابل أي رجل أو امرأة في حالة عبوس أبادرهم بقول لوزلا، عندي عادة إلا وتتحول الكسرة لابتسامة، ولم أواجه أبدا من أحدهم يقول حل عني أبدا. طبيعة الناس الأساسية خيرة، والخير موجود في كل إنسان، في شوية صغير قليل جدا أدرك. تعجبني جملة محفورة على حجر أثري في أم قيس قبل 1770 عام، لك أقول أيها المار من هنا، كما أنت الآن كنت أنا، وكما أكون الآن أنت ستكون، تعامل مع الحياة كأنك مخلوق زائل. وأنا أقول تمتع بيومك، فالأمس ذهب والغد غيب، واليوم هو الحياة، وإذا نشرت الابتسامة فأنت أبدي. أول شيء كمان اسمحوا لي، أنا أعتذر بس تعوضت بعدين، أعتذر الأسبوع الماضي لما كانت دعوة لتكريم هذه المرأة الجميلة الزميلة الصديقة الحبيبة، واللي أنا في ناس أهدوا مرتي دروبس كانت في أمستردام. بين هذا دروبس في إشي غريب ملبس، فأجوا بتقول لي أنا جبت لك دروبس، أخذت حبة رحت أغفى الساعة 5 فقت الساعة 12 في الليل صطلت يعني وهذا بس كان في الرواد الكبار هذيك الآن. نعم. احتفال برضو بها حبيبتنا
قمر، فسعدت أنا أشارك به، أنا بعتذر عن العدم. ونحن سعيدين جدا بوجودك بيننا أستاذ. هذا التاريخ حبينا نوثقه اليوم بهذا اللقاء الاستثنائي اللي لأول مرة يمتد لأكثر من ساعة ونص، لأنه لقاء استثنائي حقيقة. أنا بعرف أنه كثير في مداخلات، لكن اسمحوا لي اليوم ما في مداخلات، اسمحوا لي اليوم ما في مداخلات، في فقط فقرتين بدنا نسمع شعر بعد هذا الحديث الفني التاريخي الممتع. بدنا نسمع الشاعر الكبير الأستاذ علي الفعوري والشاعر الكبير الأستاذ محمد الخضير في قصيدتين، كل واحد قصيدة حتى نرطب الجو شوي، وحتى نعم اعذروني اليوم انه ما في مداخلات لانه ساعه ونص بس، راح نخلي التسجيل للشعر ثم راح نغلق التسجيل ونقدم درع بسيط للاستاذ. لا خليك مكانك، وراح نسمعهم احنا مكاننا على البوديوم. فنرجو من الاستاذ علي الفعوري التكرم، او استاذ محمد، من يحب لكم، من يحب لكم. بهمش محلا يعني على ما نبدأ. لا خليك خليك مش مشكلة. بتحطوا هناك. اوكي سيدي. أستاذ قمر، راح تصلي وأنا حابب أكون موجود في هاي الفترة. لذلك راح أتنازل عن رأيي، راح تحسب مداخلات فقط، خلص مداخلات بدقيقة واحدة لكل واحد على أول وقت. أستاذ محمد الغواط، أنا لك مرة قمعتك، فهذا مرة بدي أعطيك الفرصة. جيد تفضل أستاذ محمد، بس قبل الاختصار بدقيقة واحدة فقط. راح احسب انا زي الحكم كم تصبر واحمر وفي عندنا ضاع. مساكم مساكم احلى مساء. صوت لو سمحت. صوت انا بحب اهنئ الاردن، كل الاردن من شمالها لجنوبها للوسط، بكل الاطياف اللي عايشين فيها، انه بيننا قامه أدبية ثقافية فنية معروف، وعرفناه من أول ما عرفنا الحياة، نبيل صوالح. للتعريف بنفسي، أنا الشاعر، شاعر نبطي وكاتب سيناريست، اللي حوالي 5 أعمال تلفزيونية، وإعلامي مقدم برنامج اسمه واحد الشعراء على إحدى المحطات الفضائية المغتالة من جو الكورونا على الأردن. سؤالي ما راح أطول فيه، نبيل، اسمح لي أقول لك باشا، نبيل باشا صوالح تحدث عن والدته بكل وفاء، وكأنها كانت المدرسة التي تربى فيها، ولكن لم يتطرق لذكر والده. فأنا سؤالي أبو زياد، أنت أبو زياد إجابة مختصرة، هل الوالد فقدته وانت صغير، ولا مع، ولا عاش معك النجاحات اللي انت عشت؟ شكرا. شكرا. انا هذا اللي ذكرته، انه انا بعد ما كتبت الكتاب اكتشفت اني ظالم ابوي. هلا ابوي يعني الانسان الفعال في العيلة والرجال والأعمال هي أمي. هلا أنا مخليط، أنا صوالح أبوي، أمي مرار. هلا المرار هم من نفس عشيرة العزيزات، أخواننا. هلا المرار رجال أعمال وأقوياء، وما كله مصاري، كلهم بيحكوا مصاري. هذا ابن أختي، أنا بروح أزوره، عنده قصر في لندن وبقعد عنده وبنبسط عنده، يعني إشي ناجح في رجال الأعمال. اليوم بخبرني صار يرسم، قلت له أنا سعيد إنك بطلت تفكر في المصاري، قاعد تفكر في الفن، لأنه هذا راح يعطيك حياة أكثر. فأبوي كان رجل مسالم، شاعر، حتى مرة قال لي يابا أنا كنت والله شيخ في الحارة إلا لما إجيت أمك. فأبوي في النهاية قبل إنه يكون تابع لأمي وسند إلها، فهو كان عنده محل
وهي تخيط وتحط عنده في مادبة. بعدين فتح محل في هنا، كان محل دكاني وغيره وغراته. أبوي لما لما انطخ جوز أخته جنيس الصالحة، كان هو مع الثوار وهو ينقل مصاري بينهم مع حصان، لبدوله ناس حرامية الدنيا، طخوا حصان وطخوه فانجرح، فهجموا عليه، كانوا ثلاث شباب بواردي كان هو، فطخهم الثلاثة. إجا واحد من واحد الآباء هذا في الصحراء بين الكرك والغراته، قال له إذا ابني مات بتموت، فابنه كان ميت فطخه كمان هذا الزمن. فأبوي كانوا يسرقنوهم، يعني نفوها لزوجته مع جوز الصغار، واحد منهم سليم اللي مات مع الحكومة في بغداد، وواحد منهم سالم. فأبوي راح على تركيا معها، رجع صحيا مضروب، ظلوا دائما ضعيف ما عنده جسد. أمي بلدوزر، بلدوزر إنرجي، وجبرناها تتقاعد في سنة 83 وعمرها 83، أقعدي لا بدي أسوي مشاريع ودني مرة، أنت معك باركنسون وقاعد على كرسي، أقعدي تعالي عندي. إجت عندي على البيت ما بصت حتى، أقول لها بدي أنا يكون عندي أم كل عمرك تشتغلي. فأبي كان يمكن مسالم أكثر. وبعدين إحنا الصوالحة شعريين المرار ماديين، يعني الجسم تبعنا. فهو يعني كان هناك، بس أنا وياه كانت علاقتنا ممتازة، خطه حلو، بس ما فعل كثير في حياتنا زي ما فعلت أمي. هل ما يترتب على الشخصية؟ لو سمحت بدي أشكر أستاذ الشارح وجودكم معنا، شكرا لكم حقيقة. أستاذ غزال جاي دكتور، أستاذ غزال صار أربعة بدل ثلاث، أستاذ غزال كنت أعتذر من النقل عن شبابنا عليك، لأنه بدنا نتصل قدر المستطاع. جاي دكتور أحمد أبو هزيل ودكتور نعم، أستريع دقيقة واحدة. مساء الخير لكم جميعا. نحن دائما نحترم الفن ونقدس الفن، ففناننا القدير المثقف، ونعتبرك مثقف وأديب وفنان وكل شيء يخص الفن. سؤالي لك، هل الكوميديا التي قدمت لك على التلفزيون أو على المسرح، هل وجدت أن هنالك نتائج من قبل المواطن من هذا النقد الذي قدم لك على هذه المسارح؟ يعني هاي أول ندوة بطلع واحد فيها بحكي كلمتين، والأستاذ قبله بحكي كلمتين وسؤال. أنا بطلت أروح ندوات أقول لكم، لأنه بطلع واحد بحكي بيجي واحد تاني بحكي أكثر منه، ما حدا بيسأل. فيعني أنا سعيد جدا وشكرا لهالملخص. شو يعني أنا بلاقي ناس، أنا في 83 سويت برنامج بيني وبينك، بلاقي ناس الآن حافظين المشاهد كما هي اللي أنا نسيتها أو جمل أنا قلتها. الكوميديا يعني وخاصة أنها الجديدة على بلدنا، الكوميديا لنا فيها نوع من إحنا كنا يعني الأردنية فيها نوع من بنأنقل على بعض إحنا خاصة وسخرية زي مش واضح يعني هذا. يعني ما بتقدر تقول زي ما قلت، أنا محاضرات اللي أسويها في اللافتر يوغا كيف تعيش مع نفسك وما تضلك ما بدي عمرك رد فعل على السخافات. يعني إذا واحد قل لك أهبل قل له لا أهبل، قل له شكرا وأهبل ونص هل عني خلاص. قديش أنت تكون أكبر من الأمور هاي. فالكوميديا أنا لقيت مزبوط في تركة أثار كثير. يعني واحد في مادبة شاف لي محاضرة عن اللافتر يوغا وكيف انت تعيش بسلام، والله في وزارة الزراعة ماذا قال لي، هي بدنا اقول لك اخوي يا اخوي انا طلعت اتهاوش انا والعيلة وتهاوش انا ومرتي، والله بطلت والله عايشين مبسوطين لسه بعد ما سمع المحاضرة. ففي ناس تأثر، انا اذا واحد من مليون اخذ منها انا بكفيني، لانه انا لا نبي ولا محذور، انا زي زيكم بحكي اللي في بالي. بس لا شك إنه الكوميديا لها تأثير. وأنا بدي بحكي في الثمانين عملت، يجي واحد هلأ بقول لي شو كان المشهد اللي عملناه، معناته لها تأثير. هل غيرت في الحكومة أسلوب الكذب وأسلوب الغيره؟ في ناس كويسين وفي ناس ضعاف النفوس، هاي الدنيا. دكتور مهدي العالمي مساء الخير.
في الحقيقة أنا لا أريد أن أسأل سؤال، وإنما أريد أن أعبر عن سعادتي وابتسامتي لحضرتك بأنه هذا اللقاء كان من أجمل اللقاءات، ويستحق كل واحد فينا أن يلغي كل مواعيده من أجل أن يقف أمام قامة رائعة وراكة هو الأستاذ نبيل صوار. الله يبارك. وبعدين مناسبة أنتوا ابتساماتكم، أنا لما بعمل كوميدي معلش تفضل هو البنزين تبعي، لأنه إذا قعدت قدام ناس هيك أنا بهبط، هذا هلكني بنزين. والآن أريد أن أعطي يعني بنزين سوبر، وأقول لسعادتكم بأنه الحمد لله أنا أحد الناس الذين يدربون الموظفين في الشرق والغرب والشمال والجنوب، آلاف الموظفين. كيف نبتسم؟ كيف ننظر للحياة نظرة سعيدة؟ كن جميلا، ترى الوجود جميلة، هي تعبير عن حالة الرضاء الداخلي اللي موجودة في داخلنا. صدقوني يا إخواني وأخواتي، الله يخليكم، في حضرة هذا العملاق أقول لكم والله إن الابتسامة تجلب الرزق، تجلب السعادة، تجلب الإيجابية، تجلب الصحة. وشكرا جزيلا فقط تغير. أولا الله يمسيكم بالخير، كل الشكر كل الشكر والتقدير لمنتدى البيت العربي الثقافي على هذا اللقاء المتميز مع هذه السنديانة الأردنية، السنديانة العربية التي نعتز فيها، واللي إحنا يعني لا نقبل منك أن تتوقف. طبعا أنا المحامي الدكتور محمد أبو هزيم، أستاذ جامعة وإعلامي وكاتب. شكرا، نفتخر. ولذلك أنا يعني أرفض العبارات إنه إحنا خلاص توقفنا، لا، إحنا عندنا مثل بقول المحامي لازم يموت على الدرج مش لازم يتقاعد. أمين. وأنا أقول الفنان الله يطول عمرك يجب أن يموت إذا بده يموت على المسرح. أمين. خاصة إذا كان سنديانة حقيقية، فنان حقيقي، تبسم كل الشعب الأردني بتبسم لما بشوفك بالشارع. أنا التقيت معك بالعقبة ذاك اليوم، تتذكر؟ تتذكر؟ التقيت معك بالعقبة. فأقول أننا نريد أن نسمع ما هي أعمالك المستقبلية. طبعا العمر كله 83 84 هذا العمر هو عبارة عن رقم، This is just a number. نحن نريد أن نسمع منك وأن نرى الأعمال القادمة والمستقبلية. وكل الشكر للبيت العربي، وكل الشكر للأخ محمود، وكل الشكر إليك إنه إحنا فعلا اليوم ابتسمنا بحضورك الكريم. شكرا. مش ممكن أكون موجودة وما أحكي عن نبيل، مستحيل. كان لي زملاء كتير، منهم من مروا في حياتي ما تركوا أثر، وكانت بس فقط زمالة. نبيل ما كانت زمالة، نبيل رفيق درب، رفيق عمر، نبيل نبيل. لعشان هيك أنا حبيته كتير لنبيل. هلأ الكلام اللي بدي أحكيه هن كم كلمة بس من القلب، حقيقي من القلب. حبي لزميلي وأخي العزيز نبيل ما إله حدود جد، لأنه أول واحد أصلاً أنا فكرت يجي للشهادة هذيك اليوم في تكريمي نبيل، لأني بعتبره أكتر حتى من زميل، أكتر من صديق، أكتر حتى من أخ. وللحق وللإنصاف، نبيل ما أخذ حقه كما يجب. في كتير من زملائنا ما أخذوا حقه، حتى كمان رحمة هشام هنيدي الله يرحمه، يعني أسماء كتيرة ما أخذوا حقهم. لكن رغم أنه بعدنا شوي عن بعض، ما كان في كتير أعمال مشتركة، بس أجمل عمل
حقيقي أنا ونبيل عملنا له الإسكافية العجيبة في التلفزيون. الإسكافية العجيبة نعم. كان عمل رائع جدا جدا. وبعدين بفندق باب العمود طبعا. بس بعدين شوي ما كتير اشتغلنا مع بعض. لكن أبدا ما كان نبيل يروح من بالي. وكل ما نلتقي أنا وياه في أي موقف هي على قولة الله أكبر أحس إنه قديش أنا بحبه هذا الإنسان، قديش هو نبيل، قديش هو أخلاق عالي. وفعلا هو زي ما قال دايما كنت أشوفه مبتسم. إلا في مرة في حادثة واحدة اسمحوا لي على السريع أذكرها. تتذكروا إحنا بالعراق كنا عم نقدم أفول القمر، ففي شاب عراقي ياسين الحسيني يعني هو كان حرام ليده طيبة، فكان معنا طول الوقت في الرحلة تتذكر. فالإخوان هولي هو نبيل مشيني ثارت فيهم الحمية، هو بالآخر طلبني للزواج بس أنا اعتذرت. طبعا هو لما كان ورا الكواليس وعصبت أنت ونبيل كان عم يعرض علي الزواج، وقلت له سوري أنا مرفور طلعت بس عشان أطلع. طلعنا وإنه التنين واقفين له هيك، هاي أول مرة بشوف نبيل صراحة كش، هاي أول مرة. اسمع هاد بنتنا ما بنسمح لك، وهداك حامل مسدس على جنبه، وهذا من الأسباب اللي خلتني أقول له سوري، دايما في مسدس على جنبه. فأنا خفت موت خوف عليهم هم ونبيل ماشيين. قلت له دخيلكم مشان الله ما بدنا نعمل مشاكل، أما التنين هيك عاملين له. هذه المره الوحيده اللي شفت فيها نبيل صوالحة معصب. حبيبي نبيل الله يعطيك يا رب العمر، اشوفك دايما اشوفك دايما. اسلمي اسلمي، معلش انا سامحتك على التسطيله هذيك. استاذ يا عبد العمد استاذ هذه مقطع من القصيده هيك عشان نروح على الجو آخر شوي. خلاص مساء الخير لكم جميعا. يعني رغم انه الاستاذ طلعت اعترض على فكرة الشعر، بعدك معترض؟ لا ما بنقدر عليك طيب. يعني انا ادعم هذه اللقاءات الحقيقه لانها يعني لقاءات قادرة على محو النكران، حالة النكران التي يعيشها الفنان، يعيشها الإعلامي، يعيشها المثقف. ومن هنا يعني دعوني أتلو قصيدة النكران، وهذه القصيدة أقرأها نيابة عن البحر الذي أيضا يعني عاش حالة النكران. البحر الذي حمل فلكنوح وحمل موسى الرضيع إلى أمه وحمل العشاق فأنكروه. يقول البحر للبحار خذني، سئمت العيش في مد وجزري، حملت الناس لم أعبأ بآت ولا غاد ولا أسلمت أمري، إلى الجودي سقت الفلك أمرا بموج كالجبال وكنت أجري، فأقلعت السماء وذللتني شقوق الأرض ما استوفيت أجري. وموسى الطفل في سل سرير لأم ألقت السلوى بذعري، رددت صغيرها ما ابتل صدرا ولما اشتد عودا شق صدري. وموسى الطفل في سل سرير لأم ألقت السلوى بذعري، رددت صغيرها ما ابتل صدرا ولما اشتد عودا شق صدري. وسعت الماء ما قالت غيوم وما همست به عين لنهري، وما استرق الغدير من الندامة وما ذرفت عيون يوم هجري. هم العشاق مذ كانوا حماما وهذا الماء مسكوب لطيري، تمادوا في الجهات وهم حيارى وراحوا بعد هدي نحو بري، كأن الرمل مفتاح لعسر
وموج اليم أقفال ليسري فلا تأبه فلا تأبه بمن عبروا وساروا على دسر بألواح وخضري أقمت العمر في حل ثقيلا وكم عبروا خفافا تحت جسري أنا البحر أنا البحر المسافر في مكاني وصحن الأرض متراس لقبري وهبت العذب من مائي شرابا وألبست العذارى حلو دري ينازعني المهاجر قوت جوفي ينازعني المهاجر قوت جوفي بمجداف وطعن فوق ظهري وإن أطبقت فك الماء غلا تشبث كالقلادة فوق نحري حفظت السر في قاع بعيد فهل حفظت حفاة البر سري فقل للعابرين فقل للعابرين ألا فمروا مطايا نحن والأقدار عذري تغادرني النوارس مثل إنس تعللني وولى دون ذكري. شكرا جزيلا. مع الأستاذ الشاعر الأستاذ علي الفاعولي إذا سمحت فضل الأستاذ علي. هلا أستاذنا الحبيب شكرا على هذه الفرصة الجميلة. كنت سأقرأ شعرا لكن أنا لا أقرأ شعر في جلسة يعني بها من لا يريد أن يستمع للشعر، فمع محبتي لأستاذنا الأستاذ طلعت شناعة بعد أن سمعت ما قال الأستاذ محمد أقول بأن الشعر عندما يحضر يغيب كل الجمال بعده. أنت أطفيت على هذا المساء كل ما فيه من محبة وجمال، وأكتفي بأن أكون بينكم وفي حضرتك وأعتذر عن الشعر، لكن سأقول ما قلته يوما لأخي محمد الخضير ذات جدال يعرف أسبابه، فأقول صحيح يا رفيق الشعر أن الصامت الهاد، وأني ربما أزهرت في ذا الموسم الخاطئ، ولكني اخترعت الماء كي أروي المدى الظامئ وأمشي فوق حبل الشعر أسرق لهفة القارئ، ولست شبيه أغنية ولست الشاعر الطارئ. شكرا. شكرا استاذ علي محترم رايك محترمكم جميعا شكرا لكم جميعا صالح ارجو التفضل بالتكريم فنان قد يكون على المرحله لازم انا لازم اشكركم لانه ما بتصوروا قديش الجمهور بيلعب في حياتنا نحن الفنانين وخاصه الجمهور المستمع الذكي اللي بتحس انه قلبه وروحه معك فانتوا كنتوا من امتع الجماهير اللي انا تكلمت بحضورها فشكرا لكم لهذه القلوب الطيبه والوجوه الطيبه والعقول الطيبه التي شعرتها موجوده اهلا وسهلا هذه خبر مصدوم والله تعال الو إذا ما بدي أخي الله يبارك فيك.
السلام عليكم.